انقذ في مكة أكتر ما تقعد في المدينة، انقذ في مكة على قد ما تقدر، لأن أنت في مكة لك 5 جوائز. أول جائزة أن أنت هتشرب ماء زمزم، والرسول قال ماء زمزم لما شرب له، من شربه يستشفي شفاءه. تاني حاجة كل فرض هتصليه في مكة ب55 سنة ببلدك، ب100,000 صلاة، وكل يوم هتصليه في مكة ب274 سنة ببلدك. تالت حاجة الطواف، كل ما تستلم الحجر الأسود بيحط الذنوب حطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الذنوب حطا. وكل خطوة وانت بتطوف بليك تاخد 3 حاجات، بتشيل سيئة وتحط حسنة وترفع درجة. وكل 7 أشواط معاهم ركعتين بيعد رقبة، عد رقبة كأنك تصدقت بعربية كبيرة. اقعد في مكة والمدينة روحها يوم واحد كفاية عليها. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل يسأل أنا اعتمرت مرة في حياتي مش عاوز اعتمر تاني، إيه حكمي؟ نقول له حاجة من الاثنين، يا أنت محروم يا أنت مخالف للسنة. لو عد عليك 5 سنين فلم تعتمر يبقى أنت محروم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من إن عبدا صححت له جسده ووسعت عليه في معيشته ثم لا يفد علي 5 لم أحرم. طب أنا بقى بروح كل 5 سنين أقول لك تبقى أنت مخالف للسنة. من استطاع أن يذهب كل عام فليذهب، ودي السنة، واللي استطاع وما ذهبش ده مخالف للسنة. إيه الدليل؟ إن الرسول قال وتابعوا بين الحج والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الحج والعمرة في سنة 6 هجريا، راح عمل عمرة الحديبية وصد عنها، سنة 7 عمل عمرة القضية، سنة 8 عمل عمرة الجعرانة، سنة 9 كان في سفر بعيد ما عملش عمرة عشان كان مسافر في تبوك، سنة 10 عمل حج وعمرة. من يوم ما فرضت عليه لم يترك سنة بدون حج وعمرة، ما قالش أوفر الفلوس وأديها للمسلمين عشان يتجوزوا، الكلام ده كله كلام فارغ. اطلع اعمل عمرة كل سنة ربنا هيبص عليك. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ما الأعمال المستحبة في المدينة؟ مستحبة 5 أعمال. أول حاجة تصلي 5 فروض في المسجد، لأن الفرض ب1,000 صلاة زي ما الرسول قال، واليوم فالفرض 200 يوم في بلدك، واليوم الكامل في ال5 فروض في المسجد رسول الله ب3 سنين في بلدك. تاني حاجة لو انت بتصلي في المسجد حاول تقرب من ناحية الروضة وتصلي فيها، لأن الرسول قال ما بين حجراتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يعني ايه روضة؟ يعني بتجيب حسنات تدخل الجنة وهنروح الجنة اللي هو تشهد لنا. تالت حاجة مطلوب منك بين الصلوات بقى تروح جبل أحد، لأن الرسول قال أحد جبل المحبه ويحبنا. أحد عبارة عن 7 كيلو في 3 كيلو وارتفاعه 1,000 متر، وبينه وبين الرماية حصل غزوة أحد، هتلاقي مدفنين، مدفن فيه 76 صحابي ومدفن فيه حمزة ومصعب وصحابي تاني، عزلوا المدافن دي. رابع حاجة مطلوبة منك تصلي 2 ركعات في أحد، ويستحب يكون يوم السبت. الرسول قال من تطهر في بيتي ثم أتى قباء فصلى 2 ركعات كانت كعمرة. آخر حاجة لو أنت شعرت بالموت روح أقعد في المدينة موت هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات في المدينة نشهد له أو نشفع له. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ما ثواب العمرة عند الإحرام؟ لما عندما تحرم بتحرم بتطلع من المدينة توصل أبر علي، فأبر علي بتصلي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم جاله جبريل وقال له صلي في هذا الوادي المبارك على قد ما تقدر، طول ما انت في أبر علي عمال تصلي تصلي تصلي، الصلاة فيه أضعف مضاعفة، والرسول صلى فيه 5 فروض. تاني جايزة عند الإحرام ان انت ما تركب الأتوبيس والأتوبيس يتحرك بيك تحرم الإحرام من الأتوبيس وهو بيتحرك زي ما الرسول عمل، هتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، وما تقولش اللهم محلي حيث حبستني. لو عملت كده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر. قال بشر بماذا؟ قال بشر بالجنة.
تالت حاجة تبدأ تتلبي لحد ما تشوف الكعبة، تبدأ تلبي وتعلي صوتك بالتلبية. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لبى ملبي لبى ما عن يمينه وما عن يساره حتى تنقطع الأرض من هنا وتنقطع الأرض من هنا. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. لماذا نحرص على تعلم مسائل الحج؟ لأن أنت لو حجيت حجة مظبوطة ليست فيها أي مخالفات بتاخد ثلاث أمور. أول أجر إن ربنا بيطلعك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم عرفة أكثر يوم يعتق فيه من النار. تاني حاجة بيضاف لك ذنوبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تالت حاجة بتخش الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وليك أجور وأنت في المدينة، وليك أجور زيارة مكة، وليك أجر حتى الحج لك أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحرقين، اللهم اغفر للمحرقين، قالوا والمقصرين، قالوا والمقصرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لك ان لك ان حلقت شعرك ان بكل شعر حسنه، واجور لا تحصل للحج والعمره. لكن لو افسدت الحج والعمره بقى عليك ذنوب، ومن يرد فيه بالحاد نذقه من عذاب النار. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ماذا نفعل عند الميقات؟ أولا تغتسل. فالنبي أمر أسماء بنت عميس اللي هي والدة وعليها دم إنها تغتسل. بعد ما تغتسل تروح تحط طيب على شعرك وجسمك قبل الإحرام. ليه؟ لأن زوجات النبي كانوا بيحطوا الطيب على شعرهم وعلى وشهم، فكان بيسيلوا وهم بيعملوا العمرة والحج، والرسول ما كانش بينعم. تالت حاجة تلبت شعرك بالجل، تجيب جل وتوقف شعرك به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبت شعري وقلدت هدي فلا أنحر حتى أحل. بعد كده تلبس الإحرام وأنت بتستحضر أن أنت تصل فقرك لله، وأنت بتلبسه تكون موسع رجلك عشان تعرف تمشي. والإحرام دوت من واجبات الحج، ما ينفعش تلبس أي حاجة ملابس ضيقة، لا ملابس متخيطة، لا شورت ولا فلم. الإحرام على جسم الإنسان، والمرأة بتحرم فيما شاء. طيب بعد كده، بعد ما تلبس الإحرام، لو أنت في بابار علي صلي على قد ما تقدر. رسول قال لجبريل، قال له صلي في هذا الوادي المبارك. بعد كده تركب الأوتوبيس، والأوتوبيس بيتحرك، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. الإحرام وانت بتتحرك، الإحرام وانت الأوتوبيس بيتحرك، وما تقولش اللهم محل حيث حبستني. الرسول ما عملش كده، ولا الصحابة. إلا مريض اللي عارف انه هيقع من المرض هو بس اللي يقول كده. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ثواب من سافر لعمرة والحج. أول ثواب وأول جائزة كل جنيه هتدفعه هيرجع لك 10. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تاني جائزة لك بكل خطوة من بيتك لحد السعودية تاخد حسنة ترفع لك درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك إذا أممت البيت الحرام ألا تضع قدما أو أنت ولا دبتك إلا رفع لك، إلا كتبت لك بها حسنة ورفع لك بها درجة. ثالث حاجة لك رخص المسافر السبعة. إيه الرخص ديت؟ إنك تقصر، والقصر ده واجب عليك. لو صليت جماعة لازم تقصر، لأن القصر في السفر واجب. لك تجمع الصلوات إذا كنت سائرا، يعني تصلي ثلاث مرات بس في اليوم. لك إنك تفطر وتصوم في رمضان وأفضلهما أيسرهما. ولك تترك السنن الرواتب كلها ما عدا الفجر والوتر. والسنن غير الرواتب اللي هي قيام الليل تصليها اينما توجهت بك الراحله. وكل سواء ودعائك مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم. جزاكم الله خير.
لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل يسأل: متى تكون العمرة واجبة؟ تكون العمرة واجبة إذا لم تعتمر قبل ذلك وكنت مستطيعا للعمرة. طب ما الدليل على أن من استطاع فلم يعتمر يأثم؟ الدليل أولا قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. والرسول في الآية دي فسرها وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ودخل صوابع. فدل ذلك أي أمر بحج أمر عمرة. الدليل الثاني قرأ ابن مسعود: وأتم الحج وأقيم الحج والعمرة لله. وأتم الحج قرأ ابن مسعود وأقيم. ثالث دليل الرسول سئل عن أركان الإسلام فقال: لا تعبد إلا الله، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة الزكاة، وحج واعتمر وصم رمضان. فأمر بالحج والعمرة. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حج عن أبيك واعتمر. فمن كل من ملك استطاع فلم يعتمر يأثم، حرام عليه. جزاك الله. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. بيسأل: كيف أستلم الحجر الأسود؟ تستلم الحجر الأسود بثلاث حاجات: بلسانك تقول بسم الله والله أكبر، وبجوارحك أنك تقبله وتسجد عليه وأنت بتقول بسم الله الله أكبر، أو ما قدرتش يبقى تحط إيديك وتقبلها، ما قدرتش تحط عصاية وتقبل إيديك، ما قدرتش تشاور ليه من بعيد وتقول بسم الله الله أكبر. وإياك أن أنت تصارع وتأذي الناس عشان الحجر الأسود. قال النبي: يا عمر، إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف. فإذا أردت أن تستلم الحجر فإن خلا لك فاستقبله، وإن لم يخل لك فاستقبله وكبر. طيب بالقلب بقى، ودي أهم حاجة في الاثنين دول، بتقول له: يا رب أنا بستعين بأسمائك لأن أنت أكبر من كل ذنوبي وأكبر رحمة من كل ذنوبي، أن تدخلني الجنة مع هذا الحجر اللي فيها الحجر اللي جاي من الحجر الأسود ده يا رب. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: مراتي تعبانة، جبنا واحد يقرأ عليها. اللي بيقرأ عليها ده قال: أنا أعمل فتح البصيرة. إيه فتح البصيرة؟ اتصل بواحد وسأله: الست دي عندها إيه؟ قال له: والله الست دي عندها حسد ومعمول لها عمل. طيب ايه حكم اللي حصل ده؟ الحكم اللي حصل دوت ده ادعاء ان الراجل ده بيعرف الغيب. ولو حد اعتقد ان واحد بيعرف الغيب ليه حاجه من الاثنين: لو الناس اللي قاعده وكل الناس اللي قاعده معتقدين ان الراجل اللي اتصل بيه دوت يعرف الغيب المطلق ولا يحصل بكره ويعرف مفاتيح الغيب، ده كله الناس دي كلها عملوا شركه اكبر مخرج بره المله. طيب لو معتقدين ان الراجل ده يعرف اللي حصل بس، يعني يعرف الحالات اللي حصل، الاصابات اللي حصلت، الحاجة اللي حصلت ما عرفش بكرة، ده كفر أصغر أكبر من كل الكبائر. الدليل على الكفر الأكبر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الدليل على الكفر الأصغر حديث صحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فلا تقبل صلاته 40 يوما. جزاكم الله خيرا. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. دخلت مكة وأنا مضطر إن أنا ألبس هدومي عشان ما يتقبضش عليه. نقول له: بدأ من أنت لبست هدومك بعد ما أحرمت، أنت عليك ثلاث حاجات: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النبي قال لكعب بن عجرة للأمن وصل لشعره، قال له: احلق شعرك عشان الأمن بيأذيك، وصم 3 أيام، وأطعم 6 مساكين، أو أنسك نسيكا. يبقى أنت عندك اللي يعمل محظور من المحظورات يصوم 3 أيام، وده صعب في وانت بتحج ولا تعتبر. الأفضل تطعم 6 مساكين، تروح البنك الإسلامي تدفع 90 ريال فدية أذى فدية، وتقول له أطعم مساكين الحرام، أو تذبح ذبيحة وتتوزع على الحرم، ولازم البنك تدفع 500 ريال في البنك الإسلامي هو اللي يوزعها على الحرم. طب أنا عملت كده غصب عني؟ طب ما كعب بن عجرة حلق شعره غصب عنه، الراجل مريض،
مدام عملت حظر، مدام عملت محظور لازم تدفع واحدة من ثلاثة. تفضل. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل بيقول أنا عديت ما أحرمتش لحد ما وصلت جدة، فمعشان ما ادفعش الشاه ما نسبت نسك، واللي يسيب نسك لازم يدفع شاه. قال ابن عباس من ترك نسك عليه شاه. فروح بدل ما اروح ميقات اهل مصر رحت رايح يا لملم، عملت احرمت من هناك وما دفعتش الشاه. يقول لك انت غلطان، لو هترجع ميقاتك يبقى لازم ترجع ميقات بلدك، انت من مصر ميقاتك في مصر. طب ايه الدليل؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات هناك كان ميقاته بابيار علي. ابيار علي بينها وبين الحرم 500 كيلو، ومع ذلك قال للناس كلهم هن لهن وللمر عليهن كل يحرم من ابيار علي. طب لما لو الرسول كان بيختار الاسهل كان ممكن رسوله ما تحرموش من ابيار علي وما تلتزموش بالاحرام وما توصلوا مكه حودوا على يلملم جنب الحرم بكام كيلو يحرموا من هناك، لكن الرسول ما عملش كده. ده اللي زالك على ان اللي كل واحد عدى ميقات بلده يرجع لميقات بلده تاني، مفيش حاجه اسمها تنقي اقرب ميقات وتروح فيه. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. أنا عديت الميقات من غير محرم، نقول لك لك احتمالين. عديت الميقات من غير ما تحرم تلفظا، ما قلتش لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم بحج. عديت الميقات وبعد 10 دقايق بعد ربع ساعه افتقدت انك ما احرمتش، ساعتها انت ما احرمتش باللفظ، واللي ما يحرمش باللفظ ساب نسك لان انت ما احرمتش من الميقات. ساعتها عندك حلين. الحل الاول انك لازم ترجع ميقات اهل بلد تركب وترجع الميقات بتاع اهل مصر تاني، يا اما تحرم من المكان اللي انت فيه او الزمن اللي انت فيه، ولكن عليك خروف لازم تروح البنك الاسلامي تدفع 500 ريال يتدبع في الحرم ويتوزع في الحرم. خلاص. طب في واحد تاني ساعة ما كابتن الطيار قال احنا داخلين على الميقات يا اخوانا، الراجل ده قال ايه؟ لبيك اللهم بعمرة لا رياء ولا سمعة، بس لسه لابس هدومه، يبقى الراجل ده احرم باللسان وما احرمش بالهدوم. ما دام عديت الميقات احرمت وانت لابس هدومك، عليك ثلاثة، حاجة من التلاتة، يا اما فدية من صيام او صدقة او نسك، يا تصوم ثلاث ايام، يا تطعم ست مساكين في البنك الاسلامي ب 90 ريال، يا تتبع خروج ب 500، تختار الايسر لك. الإحرام نوعين، إحرام بالهدوم وإحرام بالتلفظ. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. متى يجوز الاشتراط عند الإحرام ومتى لا يجوز؟ يعني إمتى أقول اللهم محل حيث حبستني وإمتى ما أقولهاش؟ الاصل ان انت ممنوع تقول اللهم محل حيث حبستني تماما الا لو كنت مريض وعارف ان المرض هيمنعك تكمل العمره بتاعتك او الحج بتاعك. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح غزوه يعمل عمره الحديبيه وهو عارف ان قريش هتمنعه، ومع ذلك ما قالش اللهم محل حيث حبستني، وما اتمنع ذبح وحل. وابن عمر كان رايح يعمل عمره والحجاج كان محاصر مكه وكان ممكن الحجاج يمنعه، ومع إذن ما قالش اللهم محل حيث حبستني، لأن في 50% يمنعني و 50% يمنعنيش. أمال مين بقى اللي يقول اللهم محل حيث؟ الضباعة بنت الزبير. 90% كانت مش هتكمل، 90%. لذلك النبي قال لها ما دام غالبا مش هتكملي قولي اللهم محل حيث حبستني. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ما معنى التلبية في الحج والعمرة لكي أخذ الأجر؟ التلبية ده عبارة عن دعاء، أنت بتدعي ربنا أن يحفظ عليك نعمتك وما ينزعش منك النعم. طيب عشان تطلب من ربنا حاجة لازم تبدأ بممدحه، فأنت بتمدحه بثلاث صفات. أول صفة لبيك اللهم لبيك، يعني يا ربنا أنا مستسلم لك، لبيك يعني أنا جيت لك مستسلم طاعة أن أنت قلت وأذن في الناس بالحج، فأنا جيت لبيك أهو، جيت وقفت لك وقفت منك. تاني حاجة بتمدح فيها ربنا إن الحمد، يا رب إن فيك كل المحامد وصفات الكمال. تالت حاجة والنعمة، كل النعم اللي أنا فيها الظاهرة والباطنة الدينية وغير الدينية منك. فيا رب أنا بمدحك بثلاث حاجات، جيت لك واقف مستسلم لك،
أنت فيك صفات الكمال والصفات كمان عكزت عليا والنعم دي كلها منك. تاني حاجة يا رب أنا خايف منك. خايف منك ليه؟ والملك، إن لك الملك والملك ممكن ياخد النعم اللي اداها وحقه ملكه، فيا رب أنت لك الملك فعاملني برحمتك ولا دهر. فكل تلبية معناها يا رب فيك كل حاجة حلوة، وأنا عبد فقير وملك عاملني معاملة كويسة ما تاخدش النعم مني. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. في الإحرام تلبس المرأة ما شاءت من الثياب بثلاث شروط. أول شرط ما يكونش زينة، ما يبقاش ألوان فاقعة وألوان واضحة وملونة بحيث أي حد يشوفها يتلفت النظر إليه. ده ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. تاني شرط ما تكونش لابسه نقاب، يعني مش حاطه وطرحه والطرحه فيها خرمين تصف نشوف منهم، ده حرام، الرسول نهى عن الكلام ده كله. وتالت شرط ما تلبسش القفازين، ما تلبسش الجوانتيات. طب انا مراتي منقبه ما تقدرش تعدي وشها، تعمل زي السيده اسماء والسيده عائشه كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يجيبوا طرحه ويشبطوها في الخمار من فوق وينزلوها على الوش، تبقى طرحه خفيفه تشوف من غير خرام، ساعتها هي ما لبستش النقاب وغطت وشها. تاني حاجة في الايد تحط خرقة تربطها برضو بدبوس تنزل على ايديها بحيث ايديها تفضل من الدرية. لا، وكانوا بينتشطوا، رغم ان الانتشاط ده كان ممكن نزل شعر، بس المحرم ينتشط وما فيش مشكلة فيه. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. هل يشترط تقليم الأظافر وحلق العانة ونطف الإبل قبل ما المحرم يحرم ولا ما يشترطش؟ لا ما يشترطش. ليه؟ لعدم الدليل. الرسول ما قالش اعملوا كده. اللي بيحلق عنده واللي بيقص ظوافره واللي بينتف شعره شعر ابطه، الحاجات دي كلها لو محتاجها يعملها، مش محتاجها ما يعملهاش. لا يشترط انك تعمل الكلام ده. المطلوب منك تغتسل، السنه انك تغتسل، ولو انت في ابيار علي تصلي سنن كثيره. قول قولي هذا واستغفر الله. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ماذا أفعل في الطريق من الميقات إلى مكة؟ تعمل في الطريق أربع حاجات. أول حاجة تلبي وتعلي صوتك بالتلبية. ليه تعلي صوتك؟ لسببين. أول سبب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفع أصواتهم بالتلبية. تاني حاجة، عشان قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب ملب إلا لبى ما عن يمين وما عن شماله حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها. دي أول حاجة مطلوب منك. تاني حاجة تقول لمراتك والنساء اللي معك في الرحلة لبوا وأوعوا تسيبوا التلبية ولكن بصوت واطي. نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. ثالث حاجه استحضر معاني التلبيه اللي قلناها في الفيديو اللي قبل كده، ما معنى التلبيه. ثالث رابع حاجه ما تقطعش التلبيه غير ما تلمس الحجر، قال كان النبي لا يقطع التلبيه الا اذا استلم الحجر. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. كان يفعل النبي قبل الطواف. اولا كان بيستريح قبل الطواف. كان النبي لا يفعل العمره وهو تعبان. كان النبي كل ما يخش بالليل تعبان ينيم كل الصحابه اللي معاه ويصبحوا الصبح يتوضوا ويغتسلوا ويستريحوا ويروحوا يعملوا العمره وهم مستريحين، لان الخشوع هو اللي بياخد الخشوع اللي بيجيب الاجر. ضياع الخشوع بيضيع اجر العباده. تاني حاجه مطلوبه منك قبل الطواف، اما تخش المسجد الحرام وتشوف الكعبه تتوضى وتطوف، لا تقعد تقول ده هذا البيت تشريفا ولا تقعد تعيط ولا الكلام ده كله. قالت السيده عائشه: كان النبي اذا راى البيت توضى وطاف، ما فيش حاجه اسمها ادعيه ولا الكلام ده. ثالث حاجه مطلوبه منك، وانت لازم تحافظ على حاجتين وانت بتتوضى: تكشف كتفك اليمين في السبع اشواط، وتاني حاجه تحافظ على وضوءك في السبع اشواط. لو جيت الوضوء راح منك في وسط شوط من الاشواط
يبقى وضوءك ده باطل، لان الطواف كله باطل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاه، ولو واحد بيصلي الظهر 4 ركعات وطلع ريح في الركعه الاخيره الصلاه كلها باطله. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. النبي صلى الله عليه وسلم تعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استلم الحجر الأسود، بتبدأ تذكر الله وما تتكلمش بره الذكر. قال النبي إن الطواف بالبيت صلاة فأقل فيه الكلام. طب انا مش حافظ اذكار، خد كتاب وافتحه، افضل كتاب تفتحه كتاب الشيخ محمد اسماعيل، ولا يجوز الكتب اللي محدده لكل شوط اوراد دي بدعه، لكن الادعيه بدون تحديد. اول ما توصل ركن اليماني بتمشي كانك معدي مش هتستلمه، بعدين ترجع ورا وتروح لمسه وتقول بسم الله الله اكبر. بين الركن اليماني والحجر الاسود تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واول 3 اشواط رمل يعني جالي في محل، والنبي قال للنساء ليس عليكن رمل، يبقى انت ومراتك ماشيين بنفس السرعه، بس هي ماشيه وانت بتتنطط بتجري في المحل. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والادله ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمره، فانه ثروه علميه وهو بسعر التكلفه. ابحث في اليوتيوب عن مدرسه احمد حسني. انا بجمع الزكاه، وان واحد بيديني 150 الف جنيه زكاه، بطلع اللي عندي اسر، كل اسره بتاخد 2000 جنيه كل شهر. فال 150 الف جنيه دول معاد سدادهم في شهر 2. طب انا لو اديت للاسر دي كلها زكاتها مره واحده ال 24 الف جنيه هيصرفوهم في ساعتها، ويجوا لي ثاني شهر يقولوا احنا عاوزينها. فانا بعمل ايه؟ بخلي الفلوس معايا واديهم 2000 جنيه كل شهر. نقول له اللي انت بتعمله ده كبيره من الكبائر وانت خاين للامانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وانت مانع للزكاه، حرام تاخر الزكاه لاي سبب من الاسباب. طيب ايه العمل؟ العمل ان انت عندك احتمال من الاثنين. اول احتمال تقول للفقراء الاسر يا اخوانا انت وكلوني اقبض لكم الزكاه واشيلها لكم عندي، يبقى الاسر دي عارفه ان انت وصل لك زكاه السنه وشال عندك. طب واحد قال لك لا مش عاوز اوكلك، قول له خلاص مش هديك زكاه، اشرط كده الناس هتوكلك، ما هم مضطرين، يبقى انت كده ماشي صح، يبقى انت هتديهم 2000 جنيه كل زكاه. يا اما تدي يا اما تمشيها ميري وياخد ال 24 الف جنيه مرتبات كل مثلا 4 اشهر، تديله مثلا 4 اشهر وتقول له كفي نفسك مش هديك تاني، لكن تاخر الزكاه عندك انت بتلقي نفسك في نار جهنم عشان تراضي الناس، اتق الله. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ماذا أفعل بعد أن أطوف ال7 أشواط؟ النبي كان بيعمل 4 عبادات احرص عليهم. أول عبادة تتجه ناحية مقام إبراهيم وتقول واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. تاني عبادة تصلي خلف مقام إبراهيم 2 ركعة، الأولى بالكافرون والتانية بالإخلاص. تالت عبادة ترجع ورا شوية هتلاقي حنفيات ماء زمزم تشرب منها وتصب على دماغك. رابع عبادة ترجع ورا عكس الناس ما بيطوفوا من ورا لحد ما توصل للحجر الأسود وتشاور عليه وتقول بسم الله الله أكبر، ودي هي الاستلامة رقم 9، يبقى الحجر الأسود بيتسلموه من السلمو 9 مرات. دول ال4 عبادات اللي النبي كان بيعملهم بعد ال7 أشواط. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. مقام إبراهيم، سيدنا إبراهيم هو بيبني البيت كان جايب حجر عشان يقف عليها عشان يعرف يبني. الحجرة دي هي مقام إبراهيم، كانت حجرة كبيرة وعالية، وسيدنا إبراهيم عليه السلام من كتر وقف عليها رجليه علمت في الصخر دوت، ودي من معجزات يعني. المهم العرب كانوا كل ما يعدوا يطوفوا كل واحد قبل ما يمشي يقعد يفتت حتة تراب طوبة ويتبرك بيها، وده طبعا تبرك شركي. فضلوا يعملوا كده لحد ما الصخرة دي تأكلت بقت حتة صغيرة. طب اما جه الاسلام بقى قال للناس صلوا خلف مقام ابراهيم، فاللي كان بيصلي خلف مقام ابراهيم كان بيعطل المطاف، فعمر بن الخطاب رجعه في المكان بتاعه دلوقتي، والحكومات عملت عليه بتاع ازاز
وعملت عليه أثر نحاسي عشان الناس تعرف إن ده مقام إبراهيم ويصلوا خلفه. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. حجر إسماعيل وما حكم الصلاة فيه؟ الكفار قريش أما الكعبة اتهدد في السيل جم بنوها فاشترطوا أن يكون مال حرام مال حلال، فالمال الحلال عندهم قليل بقى الباقي كل مال حرام، فبنوا جزء من الكعبة وسابوا مقام إسماعيل دوت، عملوا عليه الدوران ده عشان يعرفوا الناس اللي ده من الكعبة بس ما كان مش معاهم فلوس يكملوا. طيب أما النبي بقى صلى الله عليه وسلم فتح المكة دخل جوه الكعبة وصلى، فالسيدة عائشة عرفت انه صلى جوه الكعبة فبقى من السنة انك تصلي جوه الكعبة. فالسيدة عائشة ارادت انها تطلع وتصلي في جوه الكعبة فما لقيتش المفتاح، فالنبي قال لها لو صليتي في حجر اسماعيل يبقى انت كده صليتي كأنك صليتي في الكعبة، فيستحب الصلاة في حجر اسماعيل، واللي بيطوف ويخش جوه حجر اسماعيل يبقى الطوافة بتاعته بطلة والسبع اشواط بطلين، لان لازم يطوف من بعيد عنه. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. في عربيات كهرباء، الأفضل أمشي ونركب عربيات الكهرباء؟ الأفضل أنك تمشي، وده السنة وده الأفضل. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب، النبي كان راكب والصحابة بينوا العلة إيه؟ لأن الناس قد غشوه وليرى الناس ويعلمهم، فده العلة اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يركب، لكن الأصل في إن المشي والطواف ماشيا أفضل من الطواف راكبا. لا يركب إلا من لا يستطيع أو يكون عالم والناس هتخشاه، فبيركب على حاجة عالية عشان الناس يعرف يعلم الناس ويشوفه. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. كيف ماذا أفعل بين الصفا والمروة؟ تطلع وانت طالع لجبل الصفا تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. تاني عبادة تقول أبدأ بما بدأ الله به. تالت عبادة تقول الذكر ثلاث مرات ومن كل ذكر والتاني تدعو دعاء طويلا. الموضوع ده بياخد نص ساعة، فوق الصفا نص ساعة وفي المرة نص ساعة. طب إيه الذكر دوت؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تقول الذكر ثلاث مرات وبينهم دعاء طويل. كان الرسول بيقعد نص ساعة ساعة فوق الصفا بس، تنزل تفضل ماشي وتذكر الله تعالى بين العلامتين الخضر تجري، بعدين ترجع تمشي وانت طالع المروة تقول الآية، تطلع فوق المروة تقف تقول الذكر ثلاث مرات وبين كل ذكر والتاني تدعي دعاء طويلا، تقعد ربع ساعة ولا نص ساعة، وبعدين ترجع المروة. اللي رايح شوط واللي جاي شوط تعد سبع أشواط، تبدأ بالصفا وتنتهي في المرة. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل أيهما أفضل، أصوم بنذر ولا أصوم غير نذر؟ أتصدق بنذر أم أتصدق من غير نذر؟ يعني أطلع كده كده 10 جنيه أطلعها صدقة ولا أقول نذرت أطلع 10 جنيه وبعدين أطلعها؟ لو نظرت الأجر أعظم بيما جدا. ليه؟ لأن ربنا بيحب النذر، وما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وتاني حاجة ليك أكبر أجر في الجنة. الدليل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إيه اللي خلى المتقين السابقين يبقوا بياخدوا من الكافور نفسه مش ممزوج به؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أعلى درجات الجنة بسبب النذر. طب ما إيه الخطورة؟ الخطورة أن أنت لو ما كفر لو سبت النذر ده عليك كفرت يمين، وفي الحالتين برضك أنت مستفيد، فانذر أفضل. جزاك الله خير.
لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الأبواب الموسمية، فإنه ثروة علمية بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. حملت عمرتي وخدت بعضي ومشيت مطوق ولم أطف طواف الوداع. نقول لك ثلاث كلمات: اللي عملته حرام يجب التوبة منه، وليس عليك دم، وعمرتك صحيحة. طب ايه الدليل ان اللي عملته ده حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قضى احدكم نسكه فلا ينفرن حتى يكون اخر عهده بالبيت طواف. حرام تمشي من غير مطوف بالبيت. طيب ايه الدليل ان انت معلكش دم؟ لان ابن عباس قال ان من ترك نسكا فعليه دم، وطواف الوداع ده مش نسك. طب ايه الدليل انه مش نسك؟ ان الرسول قال: يقضي المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. يبقى النسك حاجه وطواف الوداع حاجه. طيب وعمرته صحيحه، ايه الدليل؟ لان طواف الوداع ده ليس ركنا. طب ايه الدليل انه مش ركن؟ ان الرسول قال لصفيه اما حاضت قالت: فلتنفر اذن وما تطوفش طواف الوداع. ولما ظن ان هي ما تطوفش طواف الافاضه قال احبستنا هي. فطواف الرسول اذن للحائض انها تمشي، ودل ذلك على انه ليس ركنا والعمره صحيحه. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. بيقول: طفت الوداع واستنيت الأتوبيس أكتر من 3-4 ساعات واشتريت حاجات وكده، هل أطوف الوداع تاني ولا ما طفوش؟ لا ما طفوش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، وبعد ما طاف وهو وراكب وماشي أذن الفجر عليه، راح مقعد كل المئة ألف اللي معاه وصلى الفجر وجاب الأذكار وقام ورحل وما طافش الوداع تاني. فمن جلس وقتا يسيرا بعد طواف الوداع جاز له ألا يطوف مرة ثانية. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. الطائرة أولا يلبس الإحرام، يا من بيته يا من مطار، بس أهم حاجة يكون لابس الإحرام، لأن الطيارة هتعدي على الميقات بسرعة هائلة. ثانيا قبل الميقات بشوية قائد الطائرة بيقول في الميكروفون، بيقول: يا إخواننا فاضل 5 دقايق على الميقات. ساعتها هيقول بسرعة طبعا: لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. طيب لو واحد بقى وعدى على الميقات وما تلفظش بلبيك اللهم بعمرة، عدى على الميقات، ساعتها قدامه حلين مفيش غيرهم. أول حل إنه بعد ما ينزل جدة أو ينزل المطار بتاعه يركب ويرجع ميقات أهل مصر ويحرم من هناك. ما ينفعش إنها أي ميقات قريب، لا، ميقات أهل مصر ويحرم من هناك. أو الحل الثاني إن هو يحرم من مكانه ويذبح شاه في البنك الإسلامي، يديهم فدية شاه تتذبح عنده. لكن لازم الإحرام من الميقات. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ما حكم لبس الإحرام قبل الميقات؟ الإحرام قبل الميقات ده لو قصدك لبس الإحرام فلبس براحتك ومفيش أي حاجة وجاهزة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإحرام وهو في بيته، وما كانش لسه وصل الميقات، طلع الظهر ووصل العصر. والإحرام الحقيقي هو التلفظ مش لبس الإحرام. طيب لو أنت بقى تلفظت بالإحرام قبل ما توصل الميقات، دي بقى مكروهة. في العلماء شددوا عليه ان انت مخالف السنه. الواحد سال الامام مالك: انا عاوز احرم قبل الميقات، قال: فليخشى اخشى عليك الفتنه، فليخشى الذين لو تركوا الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او عذاب اليم. ولكن نقل النووي الاجماع ان الاحرام ده صحيح ومنعقد ولكن مكروه لانه خالف السنه. النبي كان بيحرم بعد وهو طالع من الميقات، يعني بعد ما يخلص يصلي وهو طالع من الميقات كان بيحرم. جزاه الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. أفضل في الحج والعمرة، ومتى يكون تقصير الشعر أفضل في الحج والعمرة؟ يكون الحلقة أفضل لو أنت هتعمل حجة ومش هتعمل بعدها عمرة ولا حجات تانية، أو عمرة مش هتعمل بعدها حاجة تانية، ساعتها الحلقة أفضل. الدليل
النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة بس. فقال صلى الله عليه وسلم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين. جاء في الثالثة قال والمقصرين. طيب امتى بقى يكون التقصير يكون افضل؟ لو انت ناوي تعمل عمرة او حج تانيين. فالمتمتع الرسول قال له ايه؟ فليطف بالصفا والمروة ثم فليقصر وليحلم ثم يحل بالحج في الثاني. فالرسول المتمتع لا يعمل حج قال له قصر، يبقى التقصير افضل لو انا اعمل عمرة تانية او حج تانية. جزاه الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، أنا كنت في عرفة والدنيا حر، فحطيت الإحرام فوق راسي من شدة الحر. نقول لك لو أنت متعمد تحط فوق راسك من شدة الحر، يبقى أنت كده ارتكبت محظور من محظورات الحج، فعليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الرسول ولا يلبس العمائم، والعمامة بتغطي الرأس وانت غطيت رأسك. يعني ايه تصوم 3 ايام او تطعم 6 مساكين 90 ريال في البنك الاسلامي، او تدي 500 ريال للبنك الاسلامي يتبع لك شيء؟ ما تعملش بنفسك، البنك هو اللي يعمل عشان فقراء الحرم. طب لو انت عملته جاهل او انت مش عارف او نسيت وعملته، ما عليكش حاجة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وراجل كان جاهل وحط خلوق، فقال له انزع عنك الجبه واغسل عنك اثر الخلوق، ما قالوش عليك فديه. ولكن تأثم عشان انت ما اتعلمتش فقه الحج قبل ما تمشي، والرسول قال طلب العلم فريضه على كل مسلم. فالجاهل ما قالوش فديه بس بيأثم عشان هو ما اتعلمش امور دين. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، بيقول الرسول دعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين واحدة، فأنا خلصت العمرة وحلقت شعري بالمكنة زيرو، هل كده أنا محلق ولا مقصر؟ لا، أنت كده مقصر مش محلق، الرسول ما دعلكش. ليه؟ لأن الحلق بالموس هو زيرو، لكن المكنة بتبقي شعيرة في الشعر، فهو ليس حلقا ولكن تقصيرا. طيب هل أنا أقصر أحسن ولا أحلق؟ تقصر أحسن لو أنت هتعمل عمرة تانية أو حج تاني. النبي كلم المتمتعين في الحج وقال لهم فلتقصر، يعني تعمل العمرة ولتقصر، وامرهم بالتقصير مش الحل. ليه؟ لانهم هيعملوا عمره تانية. لكن الاصل ان انت ما دام عملت عمره بس مش هتعمل حاجه تانية، انك تحلق بالموس. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والادله ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمره، فانه ثروه علميه وهو بسعر التكلفه. ابحث في اليوتيوب عن مدرسه احمد حسني. سائله بتسال، زوجي يسافر وانقطعت اخباره بقاله فتره. نقول لها قدامك ثلاث طرق. اول طريقة انك تستني 4 أشهر و10 أيام، لان جوزك هجرك الفترة دي، وده هو ده الإيلاء، للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. بعد الـ4 أشهر بترفعي قضية طلاق للضرر وتجيب 2 من الجيران يشهدوا ان هو ما بيجيش البيت، ساعتها هتطلقي للضرر وهتقعدي 3 حيضات وبعد كده تتجوزي. السكة التانية انك تعملي قضية فقد، ان جوزك مفقود والفقد دوت بيقعدك 4 سنين وبعدين بيطلق. السكه الثالثه تعملي خلع، ده بقى في ثانيه هتختلعي، لان هتقولي بس اي كلمتين في المحكمه وانت ليكي شرعا ما دام عدى 4 أشهر انك تطلقي للضرر او الخلع. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والادله ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الطلاق والفراق، فانه ثروه علميه وهو بسعر التكلفه. ابحث في اليوتيوب عن مدرسه احمد حسني. الإحرام اللي متخيط أطرافه، ما حكم لبس الجزمة المتخيطة جلد؟ ما حكم لبس الحزام المتخيط؟ ما حكم لبس الساعة والنظارة؟ كل الحاجات دي تجوز وليست فيها أي حرام. ليه؟ الرسول قال ولا تلبسوا السراويل والقميص. فالمحرم أن أنت تلبس هدوم متفصلة على الجسم، لكن الهدوم المتخيطه بدون تفصيل على الجسم دي تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الخفاف، واللي ما يجدش فليقطع دون الكعبين.
فلبس الجزمه الجلد المتخيطه دي ما فيهاش مشكله، اهم حاجه ما تطلعش فوق الكعبين اللي هما العظمتين الناتئتين. فينفع تلبس شبشب جلد، ينفع تلبس صندل، ينفع اهم حاجه ما تكونش كوتش برقبه مغطي الايه ركبتين. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. متى يكون سقوط الشعر جائز المحرم ومتى يكون غير جائز المحرم؟ يكون سقوط الشعر جائز المحرم لو بيصرح تسريح طبيعي جدا، فبيتساقط شعر نتيجة لخفة شعره أو الشعر الميت طبيعيا اللي الطب بيقول عليه. كانت السيدة أسماء بتقول: وكنت أنتشط وأنا محرمة. الانتشاط في الإحرام مفيهوش أي مشكلة، والشعر اللي وقع بدون قصد منك معلوش. إمتى بقى يمنع؟ لما أنت تنتفه بنفسك أو تقصه بمقص أو تقصه بإيه. ساعتها أنت كده حلقت شعرك، وربنا بيقول: فليقضوا تفثهم، يعني ممنوع حد محرم يقص شعره ولا ينتف شعره تحت باطه. طب واللي يعمل كده يبقى عمل مخالفة، عمل محظور من محظورات على الرجل والمرأة، وساعتها عليها فدية صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين 90 ريال في البنك الإسلامي، أو ذبح شاة 500 ريال. جزاك الله. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. كنت في عمرة أنا وزوجتي، وأحرمنا من ميقات ورحنا الفندق، فالتقينا في الأوضة فجمعتها. علي إيه؟ عليك 6 عقوبات. أول حاجة عليك ذنب كبير جدا، وده لازم تتوب إلى الله تعالى منه. تاني حاجة، العمرة اللي انت احرمت منها دي عمرة باطلة. تالت حاجة، العمرة الباطلة لازم تكملها، ربنا قال: واتم الحج والعمرة لله. رابع حاجة، وانت بتكملها ممنوع تلتقي مع زوجتك، ده الاجماع وفتوى الصحابة. خامس حاجة، هتدفع انت تدفع شاة، وهي شاة لو هي طوعتك. طب لو انت تسطعت تبقى شاة واحدة، 500 ريال في البنك الاسلامي. اخر حاجة بقى، يجب تعيد العمرة دي تاني، تروح على التنعيم وتعمل عمرة تانية. لازم تعيد العمره دي تاني وجوبا، وده فتوى الصحابه والاجماع. 6 عقوبات على الجنب. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والادله ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمره، فانه ثروه علميه وهو بسعر التكلفه. ابحث في اليوتيوب عن مدرسه احمد حسني. انا في عرفه وكان الدنيا حر جدا، فانا كنت بحط الشنطه اللي معايا فوق راسي. قال كده ارتكبت محرم؟ أقول لك، تغطية الراس بطاقية أو عمامة حرام، لأن الرسول قال: ولا العمائم ولا السراويلات ولا العمائم. ولكن لو أنت هتغطي راسك في حاجة غير ملاصقة لك، ده يجوز. الدليل إن النبي وهو رايح على عرفة ضربت له القبة بنمرة، فنزل تحتها واستظل منها. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. النبي صلى الله عليه وسلم منع الأكل من الصيد، وحرم منع المحرم أنه يصطاد، ومع ذلك قال للصحابة: كلوا من الصيد، في حديث صحيح. وفي حديث تاني، الصعب بن غسامة جاب له صيد ورفض يأكل منه. طب ايه الحديث دي؟ ايه التعارض فيها؟ مفيش تعارض ولا حاجه. إيه ربنا قال: ولا تاكلوا الصيد وانتم حر. فحرام ان المحرم يصطاد او يتصاد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد صاد حاجه وهو محل مش محرم، فعزم على ناس وما صادلهمش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: احد في احد منكم شاركوا او امروا او دلوا؟ قالوا: لا. قال لهم: فكلوا. يبقى المحرم ياكل من الصيد ما دام هو ما اصطادش ولا دل ولا شيء. في الصعب بن اسامه بقى اصطاد للنبي مخصوص، فالنبي رفض ياكل لان متصاد له مخصوص. يبقى مفيش تعارض ولا حاجه، يجوز اكل من الصيد ما دام انت ما اصطدتش ولا دليت عليه ولا شربت عليه. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والادله ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمره، فانه ثروه علميه وهو بسعر التكلفه. ابحث في اليوتيوب عن مدرسه احمد حسني. اسال: انا حطيت ريحه على هدومي، اعمل ايه في الاحرام؟
تحط ريح على جسمك وهدومك قبل ما تقول لبيك اللهم بعمره او حج، ده من المستحب، الرسول كان بيعمل كده. المشكله بقى بعد ما قلت اللفظ دوت، لا يجوز ان انت تحط ريحه ولا يجوز ان انت تخلع هدومك اللي عليها ريحه وتلبسها تاني وعليها ريحه. لو خلعتها ايه تغسلها. المراه لو حط ريحه على هدومها قبل كده مفيش مشكله، لكن تفضل لابسه هدومها. لو قلعت هدومها في الفندق وفيها ريحه ما تلبسهاش غير ما تغسلها. ايه الدليل؟ الرسول لقى واحد حاطط ريحه فقال له اغسل عنك اثر الخلوق وانزع الجبه. طب واللي يعمل لو قلع الاحرام اللي على الريحه وحطه تاني كده عمل مخالفه، ففديته من صيام او صدقه او نصب، يصوم 3 ايام يدفع 90 ريال في البنك الاسلامي فديه يذبح خروف. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، جبت كتاب، الكتاب دوت فيه كل شوط عمل له أدعية معينة في العمرة والحج، نقول له ده بدعة وضلالة ولا يجوز دوت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ادعي بأي دعاء انت عاوزه، اقرأ قرآن، اذكر الله، علم الناس، لكن واقل من الكلام في الدنيا، ولكن لم يشترط النبي أدعية محددة. اي دعاء محددة دي بدعة وضلالة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حجب التوبة عن صاحب البدع حتى يرجع، فربنا مش هيقبلها منك، وفي نفس الوقت هتبقى ارتكبت كبيرة، وفي نفس الوقت هتمنع منك التوبة. لا يجوز تخصيص عبادة لم يخصصها الشرع. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. بيسأل، ما حكم الدعاء تحت الميزاب؟ اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللي مواظب على الدعاء ده تعبدا، ده مرتكب بدعة وضلالة ومرتكب معصية، وربنا لن يتقبل دعائه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، ولا الصحابة ولا التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال خذوا عني مناسككم. واللي بيعمل كده عمله باطل، وربنا هيمنع عنه التوبة حتى يتوب من هذه البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يرجع عن بدعته. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، بيقول والدي جاب إحرام في سترة، يعني إيه سترة؟ في حتتين خرقة بيتدبسوا مع بعض الدبابيس، بيبقوا عاملين زي الشرطة بالظبط، عشان لو وقع الإحرام عورته ما تظهرش. نقول له والدك لو راح ولبس الإحرام دوت كده هو ارتكب محظور من محظورات الإحرام، اللي هو لبس القمص والسراويل، والرسول قال ولا يلبس القميص ولا السروال. أي هدوم متفصلة، ومش لازم تكون مخيطة، كلمة مخيط دي من ألفاظ العلماء، أي حاجة متقسمة كهدوم ده محظور. لو عمل كده يبقى عليه محظور. المحظور اللي طب يعمل إيه في الكفارة بتاعته؟ ثلاث حاجات، يا إما فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يا يفدي من صيام يصوم 3 أيام، أو صدقة يتصدق بإطعام 6 مساكين بتسعين ريال في البنك الإسلامي، أو شاة يذبح شاة بخمسمائة ريال في البنك الإسلامي وتتوزع في الحرم. طيب والدي خايف إن الحاجة تتفك، ده وهم ووساوس الشياطين، لو ربط ربط الإحرام كويس مش هيتفك زيه زي بآلاف الناس. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، أمي ورثت فلوس وعاوزة تعمل عمرة وعاوزة تصرف ومن الفلوس على قدها بس، وعتروح من غير محرم. والدتك عندها 50 سنة، 70 سنة، 100 سنة، حرام عليها تروح عمرة من غير محرم. لو راحت العمرة بتاعتها صحيحة وهي بتأثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر دون محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد رايح الجهاد، قال له مراتي هتروح تحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. مفيش حاجة اسمها ان واحدة تسافر لوحدها، كبيرة ولا صغيرة.
ابو العريف بقى يخش يقول لك ايه ده الايام يوم من علامات الساعه ان المراه بتسير لوحدها وتسافر ولا تخشى الا الذئب. فنقول له علامات الساعه في حاجات حلال وفي حاجات حرام، زي انتشار الزنا وانتشار الخمور والاغاني من علامات الساعه، برضو سفر المراه لوحدها من علامات الساعه، مش معنى ان الرسول قال على كده انها حلال. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل بيقول أنا قلت لأمي ما تسافريش بدون محرم، فقالت لي لا يا ابني أنا ممكن أسافر بدون محرم، لأن الرسول قال في الحديث لا يحل لامرأة تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وأنا بيني وبين السعودية يا ابني 4 ساعات، فانا اقل من يوم. نقول له الكلام ده غلط وكلام والدتك غلط، لا تسافر اي سفر فوق 27 كيلو الا مع محرم. الدليل ان الحديث دوت كان بيتقال ان ال 27 كيلو السفر كانوا بياخدوا يوم وليل، لكن الرسول وضحها في حديث تاني عشان الناس ما تفهمش غلط، فقال ايه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر بدون محرم، ما حددش يوم وليله. والراجل كان رايح يحج مع امراته، يروح الجهاد، الرسول قال له سيب الجهاد وحج مع امراتك وما تخليهاش يسافر بدون محرم. لو امك راحت تحج بدون محرم العمره صحيحه والحج صحيح، وتقسم عشانها سافرت بدون محرم. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والادله ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمره، فانه ثروه علميه وهو بسعر التكلفه. ابحث في اليوتيوب عن مدرسه احمد حسني. سائل بيسأل بطوف بالبيت عشان العمرة في آخر شوط طلع مني ريح، خبرت مخي ورحت سعيت وحلقت وخلصت العمرة. نقول له أنت لسه محرم ولسه ما خلصتش العمرة، ولازم ترجع تسعى تاني. السعي الطواف بتاعك باطل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا إن الله حرم فيه الكلام، فانت طوافك باطل. وبعدين عندنا لا طواف صحيح لا سعي صحيح الا بعد طواف صحيح، فالسعي كمان باطل لان حرام السعي الا بعد طواف صحيح. الدليل ان السيدة عائشة كانت حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي غير ما يفعله الحاج غير انك لا تطوفي بالبيت، فلا طافت ولا سعت. طب ليه ما سعتش؟ عشان القاعدة دي لا طواف صحيح الا لا سعي صحيح الا بعد طواف صحيح، فلازم ترجع تطوف وتسعى تاني. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل هل لما أجيب ماء زمزم لهنا في بلدي في مصر هل البركة بتضيع منه، وإن الشرط البركة أنها تكون في السعودية؟ الكلام ده غلط. البركة موجودة في ماء زمزم في السعودية وبرة السعودية، والدليل ان ده خطأ وكلام كله كلام فاسد، ان النبي كان وهو في المدينة كان بيرسل لسهيل بن عمرو وكان بيبعت له ماء زمزم هناك، واهل المدينة كلهم بيطرح لهم عربيات مليانة ماء زمزم، فلو اهل ماء لو بيتقل بركته يتقل بركته في المدينة، فماء زمزم ماء مبارك وانت في جوه الحرم وبرة الحرم. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ما حكم العمرة بالتنعيم؟ العمرة بالتنعيم عمرات متقبلة، وأي واحد يقول كلام كده كلامه غلط. ليه؟ لست أدلة. أول دليل النبي ما قالش إن كل عمرة لها سفر، الكلام ده ما فيهوش دليل. تاني حاجة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة وبدون اشتراطات. ثالث حاجه السيده عائشه طهرت يوم 10 وفي اخر يوم في الحج رابع يوم الحج الرسول بعد ما هي عملت عمره وحج مع بعض قران، الرسول قال لعبد الرحمن خذ اردف اختك وروح بيها عند التنعيم فاعمرها انها عمره متقبله. الدليل بعد كده ان عبد الرحمن عمل معاها عمره. طب ايه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فرغتما من طوافكما وسعيكما، يبقى عبد الرحمن عمل معاها العمره لان سعى معاها. وبعدين ده السلف قول ابي سعيد وانس وابن الزبير عمل العمرات ديت وما زال المسلمين بيعملوها. اخر دليل الاجماع لأئمة الاربعه وجميع الفتاوى من جميع مراكز الافتاء، وقال ابن قدامه لا نعلم فيه خلافا. اي حد كلام غير كده كلامه غلط.
لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: كنت عام أنا محرم بعمرة، حطيت عطر قبل ما ألبس الإحرام، حطيت الإحرام على جسمي تعاصف ريحة، بقى الإحرام في ريحة، جه في الأتوبيس الدنيا حر، قلعت الإحرام ورحت لابسه تاني وهو على ريحة، فالشيخ قال لي: يا ابني أنت كده عملت محظور محظورات الإحرام وعليك فدية. إيه هل الكلام ده صح؟ نقول له كلام الشيخ في حتة صح وحتة غلط. الحتة صح إن أنت فعلا عليك إن أنت عملت محظور، لأن أنت لبست هدوم وعليها ريحة، ما دام هدوم عليها ريحة لازم تغسلها قبل ما تلبسها. كلام الشيخ غلط بقى في الحته الثانيه، ان انت عليك فديه. لا ما عليكش فديه، لان انت جاهل، انت جاهل لم تتعلم. طب ايه الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم راى واحد حاطط ريحه على هدومه، فالرسول قال له: انزع عنك الجبه واغسل اثر واغسل اثر الريحه دي، ولم يامره بفديه. وربنا قال: ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا. وانت ما تعمدتش، انت راجل جاهل او راجل ناسي، فانت معلكش فدية، بس انت عملت محظور، ولكن تأثم عشان انت متعملتش فقه الحج. تتوب الى الله من عدم العلم. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. كيف نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل واحد بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر. كان ابن عمر بيزوره كالآتي: يقف قدام قبر النبي وهو خافض الصوت وخاشع العين، وبعد كده يقول: السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على النبي السلام. وبعدين يتقدم خطوة الأمام للخرم الثاني اللي موجود، ده قبر أبي بكر، كان يقول: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته. ويتقدم خطوة لعمر: السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته. كانش يعمل أكتر من كده، دي زيارة قبر مسلم. هو ما كانش بيزور القبر كل يوم، هو مرة واحدة وخلاص، مش كل يوم لا تزور القبر، ليس من السنة زيارة القبر كل يوم. لو عاوز تدعي النبي ادعيه وهو وانت جنبه، مش لازم تزوره كل يوم، ليس من السنة الزيارة كل يوم. جزاك الله خيرا. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. المدينة زي بئر عثمان، زي مدفن شهداء أحد، زي المساجد بتاعت الصحابة، الأثار بتاعت المدينة، مسجد قباء، يجوز زيارة الحاجات دي، ويستحب لو انت هتزورهم لمجرد السياحة ومجرد الدعاء لهم دون ابتغاء النفع أو الضرر، وتصلي في قباء ركعتين، لأن الرسول قال: من صلى ركعتين فهو سنة. لكن باقي المزارات كلها وبين قبر النبي وقبر الصحابة، لو انت هتروح وتطوف عليها او تروح تتمسح بيها او تروح لاي مكان تتمسح بيه، او تظن ان لا يكتمل الحج والعمرة الا بزيارة قبر الرسول، الاعتقادات دي كلها بدعة وضلالة. انت بتزورهم عشان تاخد اجر زيارة المقابر بس، ولا يجوز ان انت تظن فيهم النفع او الضرر. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. أيهم أفضل، أروح عرفة ماشي وأطلع من منى ماشي، ولا أركب القطر أو أركب عربيات؟ السنة إن أنت تروح راكب، المشي مخالف للسنة، مش قادر يبقى انت تمشي انت معذور. لكن لو تقدر تركب عربية لازم تركب. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما حطش رجليه على الارض. يقول لك الجهلة بتاع الصوفية: عسى ان يوضع القدم على القدم فيغفر الذنب. الرسول اصلا ما حطش رجليه على الارض، الرسول طاف كله ماشي. تاني سبب، ان انت لو وصلت عرفة ماشي هتمشي 11 كيلو على رجليك، هتوصل عصر عرفة تعبان جدا، لن تخشع وهتفضل نايم طول النهار. فاركب، تركب العربيات اللي هي تحت الوادي اللي كابتن الغنم برضو بتتأجر، او تركب القطر. السنة انك تركب، والسنة انك طول ما انت في منى تصلي في جامع الخيف، لان النبي قال: صلى في 70 نبي. التزم السنة في المشي وفي جامع الخيف. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل:
أنا بتمسح بالكعبة وبتمسح بالحجر الأسود وبتمسح بمقام إبراهيم ابتغاء البركة والنفع. نقول له ده حرام شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما الصحابة قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما له آله. كل من تمسح بالكعبة أو المقام أو الحجر الأسود ابتغاء النفع والضر ده مرتكب شرك. لو بيعتقد إن الكعبة دي بنفسها بتجيب الخير ده شرك أكبر مخرج برا الملة. لو اعتقد إنها وسيلة ربنا جعلها عشان تجيب الخير والنفع ده شرك أصغر. ومنها الناس اللي بيجيبوا قماش يقعدوا يدعوا بالكعبة عشان يتبركوا بيه. طيب لو انت لك طب ليه بنبوس الحجر الاسود؟ بنبوس الحجر الاسود عشان رسول امرنا بكده. قال عمر بن الخطاب والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله قبلك ما قبلتك. بنمسع عباده مش النفع ضر. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل أنا ماليش سكن في منى فببات في العزيزية أو الخيمة بتاعتي في مزدلفة ببات فيها. نقول له أنت عليك دم. اللي يبات في العزيزية وما يباتش في منى ويبات في مزدلفة عليه دم. مفيش حاجة اسمها ما تباتش. طب إيه الدليل ما بيت في منى واجب؟ إن الرسول قال خذوا عني مناسككم وبات في منى. والعباس قال له من أهل الأعذار، قال له تبات، وقال له تبات في مكة عشان من أهل الأعذار رخص. يبقى معنى كده حرام ترك المبيت في منى. أنت مطلوب منك تبات ليلتين. أول ليلة تبات في حدود منى 6 ساعات، وتاني يوم تبات 6 ساعات، وتالت يوم ممكن تتعجل وما تباتش. هما يومين تتصرف وتخش جوه حدود منى من الفجر للمغرب تعد 6 ساعات، تجيبهم اول ليل ما اخر الليل مش عتباتهم يبقى عليك دم شاب 500 ريال. انت قال ابن عباس من ترك نسك فعليه دم. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل كل ما أخش المسجد الحرام هل أحييه بطواف ولا أحييه بركعتين؟ من تحييه بركعتين مثل أي مسجد، لكن ان انت تحييه بالطواف ده للشخص اللي جاي من بعيد بس بيعمل طواف زي طواف القدوم. لكن اهل مكه اللي قاعدين فيها والمسافرين المقيمين فيها بيحيوا المسجد بركعتين فقط. الوحيد اللي عليه تحيه السفر اللي جاي من بعيد وداخل مكه اول مره فبيحيي البيت ب7 اشواط. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اول ما جاء عمل طواف القدوم، بعد كده كل ما بيخش المسجد ما كانش بيصلي ركعتين. فده مخالف للسنة انك تطوف كل ما تخش تحية، ده مخالف للسنة. انت بتعمل عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، ومع ذلك الرسول في الحديبية كان معاه سلاح ومكة كان معاه سلاح والشرطة دلوقتي معاه سلاح. إزاي الكلام ده؟ قل لك الكلام ده كله ما حصلش. دخول السلاح في مكة حرام. النبي كان معاه سلاح ووقف بره مكة ما دخلش مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة في الفتح قال أحلت لي ساعة من الظهر ولم تحل لأحد غيري. والشرطة اللي موجودة في مكة من غير سلاح، ولا واحد منهم شايل طبانجة ولا بأي سلاح. وبالنسبة للمواس بتاعت الحلاقين دي أصلا الموس والسكينة بتاعت الجزارة وسكينة المطبخ دي مش أسلحة. فحقيقة الحديث بيتطبق وبيتطبق بحذافيره كمان. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل أمي ماتت وترقى ميراث وفلوس وهي لم تفعل عمرة ولا حج، هل يجب ناخده من الميراث ده ونعملها عمرة وحج ولا نوزعه الميراث واللي عاوز يعمل يعمل؟ أمك ليها حالتين. حالة كان وجب عليها الحج والعمرة في سنة من السنين زي ما يكون عندها فلوس ومحرم وكانت تقدر تروح وصحتها كويسة وما راحتش، ساعتها حرام حد يلمس حاجة
من التركة لحد ما العمرة بتاعتها تخلص. واحد من الناس يكون اعتمر قبل كده يروح يعمل لها العمرة بتاعتها والحج بتاعها مادام استطاعت في سنة من السنين. طب ما استطاعتش بقى خلاص يستحب لكم، ولو خدت الفلوس ما عرفش حاجة. طيب انت دلوقت ايه الدليل ان لازم يطلع لها فلوسها؟ ان الرسول سئل فقال دين الله احق ان يقضى، مع ملاحظة الله يروح يعمل لها عمرة لازم يعمل لها من ميقات اهل مصر، ما يروحش يعمل لها عمرة من التنعيم، يروح يعمل لها ميقات ابيار علي. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل بيقول وأنا بسرح شعري بتتساقط شعيرات كتيرة مني، أعمل إيه؟ نقول لك الشعر المتساقط في التسريح نوعين، حاجة طبيعية معلكش فيها حاجة، وحاجة تانية تؤخذ عليها. الحاجة الطبيعية ان الطبيعي الطب بيقول ان كل يوم لازم الانسان بيفقد 100 شعرة من شعر راسه ولحيته، ده طبيعي. وساعة التسريح في بعض الشعر بيقع، ده طبيعي. ده كل ده ما يتحسبكش عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ودي مش وسعك. اللي وسعك بقى ايه؟ وانت بتسرح تلاقي عقدة في لحيتك تروح شادد العقدة دي جامد، ساعتها يبقى انت نتفت الشعر. فلو انت بتسرح سرح شعرك ماشي، وتجنب اللحية عشان هي خشنة، ولو فيها عقدة ولا حاجة ما تشدهاش ولا تطح، لازم تخلص احرامك وبعدين تنزح. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل بيقول أنا زوجتي حامل وعلى وش ولادة، هل ينفع تطلع معايا حج؟ هنقول له نعم، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق كانت على وش ولادة وقالت عاوزة تروح، وأبو بكر رفض فتحكم للنبي، فالنبي حكم لها تروح، وفعلا ولدت عند الميقات عند أبيار علي، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن أبي بكر وحنكه. وده يدل على ايه؟ يدل على ان الحامل والحائض والنفساء بيحجوا، بس اللي بيتأجل عندهم طواف الإفاضة والسعي بس، هم دواء. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل بيقول أنا معايا تأشيرة عمرة، تأشيرة زيارة أو تأشيرة شخصية أو تأشيرة سياحة، وبستغلها عشان أعمل حج وعمرة، وده مخالف لقوانين ولي الأمر، هل يجوز مخالفة ولي الأمر؟ نعم يجوز مخالفة ولي الأمر. لماذا؟ أولا الحج والعمرة مش محتاج إذن، لأن ربنا أذن فيه، ربنا أذن في الحج والعمرة، إنما سلطة ولي الأمر إنه يقيد المباح ويعمل قوانين مرور، قوانين أكل وشرب، لكن ليس من سلطاته أن يأذن في الطاعة. تاني حاجة ولي الأمر دي قراراته، فرقت بين الناس، ربنا أمر بالمساواة بين الناس، هو فرق، ربنا قال سواء أنا العاكف فيه هو الباد، العاكف فيه السعودي والباد اللي هو برا السعودية. دلوقتي الإجراءات للناس اللي برا صعبة جدا ومكلفة جدا وبيتاخد مبالغ كبيرة. تالت حاجة ولي الأمر ده هو المسؤول عن الزحام، لما رفض أنه يبني منى عمرات، ولو بنى منى عمرات كان زمان هو وبنى الحرم 17-18 دور كان زمان استوعب عشرات ألوف الناس، ولكن هو مصمم يعمل خيام فمنع الأعداد. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل يوم العيد في 4 عبادات مترتبين، أرمي الجمرة الكبرى وبعدين أذبح وبعدين أحلق وبعدين أطوف طواف الإفاضة، لو أنا بقى خلصت الجمرة الكبرى ورحت طوف طواف الإفاضة وبعدين نجحت ذبحت وحلقت، لخبطت الترتيب دوت، أي واحد لخبط الترتيب عليه دم على طول، خذوا عني مناسككم، وده الترتيب اللي الرسول رتبه. طب واحد يحتج عليك يقول لك إيه؟ طب ما الرسول كان كل ما حد يسأله يقول لا حرج لا حرج. الأحاديث دي كلها كان واقف فيها ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بيقول إيه؟ ولم يسأل رسول الله في شيء مما يزهل عنه ويجهل. يبقى الصحابي حدد، قال كل الناس اللي سألت الرسول وقال لهم بحرج كان حاجة من الاثنين، يا إما زاهل ما خدش باله، يا إما جاهل
يعني واحد عارف بس سهل ان هو كان بيعمل كده في الجاهلية وغلط، او واحد جاهل ما تعلمش كده فالرسول قال له الحرام. فده تفسير ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وده اللي موجود في صحيح مسلم. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: هل يجوز أعمل حج وعمرة بالتقسيط؟ أيوة يجوز تعمل حج وعمرة بالتقسيط ما دمت قادر على سداد الأقساط، وده من استطاع. والتقسيط المال مدام تقدر تسده فأنت مستطيع للحج والعمرة، ويجب عليك تحج وعمرة بالتقسيط مدام تقدر تسد الأقساط. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: مراتي حاضت وإحنا في العمرة وما طفتش طواف العمرة، أحرمت والدم نزل عليها، وفوجئنا إن الرحلة ماشية وأنا اضطريت أمشي وخدتها معايا وروحنا مصر. أنت جيت مصر كده وهي لسه محرمة، لأن الركن لا يسقط أبدا. طب تعمل إيه؟ حضرتك مش هتلمسها، ولو لمستها هيبقى عليك دم وهتذبح هناك، مش هتقصد، وهي مش هتقصد أوفرها، وهتلتزم بالإحرام لحد ما تعمل لها تأشيرة عمرة تانية وتروح تطوف العمرة الجديدة وتطوف طواف العمرة القديمة. وزي برضك الحج، لو واحدة ما طافتش طواف الإفاضة كان عندها حيض أو عندها عذر وسافرت، بنقول لها هتروحي البيت وأنت محرمة، ممنوع حد يلمسك، ممنوع تحط ريحة، ممنوع تقص ضوافرك لحد ما جوزي يجيب لك تأشيرة تانية وتطلعي بعمرة، تعملي العمرة وتطوفي طوافين، طواف للعمرة وطواف للحج اللي انت سبتيه. وكذلك السعي، الخمس أركان اللي قلنا عليهم إحرام سعي طواف، دول كلهم بيفضلوا في الرقبة، لكن مزدلفة وعارفة لو فات يومهم خلاص بتحل العمرة وتطلع. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل بيقول: أنا لبست هدومي فقالوا لي أنت عليك فدية ذبح شاة، فممكن أبعت لأهل مصر يذبحولي الفدية بتاع ذبح شاة ده ولا مش ممكن؟ لازم تعرف حاجة، أولا لو أنت لبست هدومك ما عليكش ذبح شاة، عليك حاجة من التلاتة، اختار اللي أنت عاوزه. فديته من صيام او صدقات او نسك، ثلاث ايام او تطعم ست مساكين 90 ريال في البنك الاسلامي او نسك، يعني تذبح شاة. ولو هتذبح الشاة لازم بدام انت عملت حاجه محرمه لازم اهل الحرم اللي ياكلوها، ما ينفعش تبعتها في مصر تاكلها. امال مين اللي ينفع؟ لو انت بتذبح الذبيحه بتاعت العيد بتاعتك اللي هي الشاة بتاعتك دي، ينفع بعد ما تذبحها في الحرم جوه منى تنقلها بره. ولو انت محصر واتقبض عليك وانت محرم طبعا بتحل وبتذبح شاة، الشاة اللي هتذبحها دي يجوز تنقلها، بس لازم تذبح شاة بره. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: الحكومة السعودية لا تسمح لحد يطوف في الدور الأرضي إلا لما يكون لابس إحرام، هل ممكن ألبس الإحرام احتيالا عشان يرضي يدخلوني وطوف وصلي في الدور الأرضي؟ أنت يجوز لك تعمل كده. ليه يجوز لك تعمل كده؟ لأن دوت أمر ولي أمر هو المتسبب في مشكلة الزحام، فأنت يجوز بدام هو اللي تسبب في مشكلة الزحام أن أنت تخد تحايل وتخش وتستمتع بعباداتك، لأن هو اللي معقد الدنيا. خلاص المملكة العربية السعودية تقدر تبني منى عماير وساعتها هتقبل حجاج قدهم 50 مرة، وتقدر تبني الحرم 17 دور وساعتها ما يبقاش في زحمة أصلا. فيجوز ان انت بس بشرط بقى ان ساعة الصلاة ما تصليش في الصحن بتاع المكة. ليه؟ لان الامام دلوقتي بيصلي جوه المبنى، فلازم تصلي جوه المبنى، ما ينفعش تصلي قدام الامام. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: أنا رحت في رمضان وقعدت هناك في الحرم مستني الحج عشان أعرف أحج،
في الفترة من رمضان لحد الحج أنا معيش فلوس، بس كنت كل شوية أطلع على الحرم أروح عامل عمرة من التنعيم، هو قاعد في مكة، أطلع عامل عمرة في التنعيم ليا الجدي الجدي جدي، وعملت عمرة هنا. وجات أيام الحج عملت حجة منفردة مفردا عشان ما تدحش، عشان معيش 500 ريال. هل اللي عملته ده صح ولا غلط؟ لا، اللي عملته غلط. ليه؟ لأن أنت جمعت بين عمرة وحج في أشهر الحج، وكل من فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي واحد يعمل عمرة وحج في سفر واحد لازم يدبح، فما استيسر من الهدي. فأنت عليك هدي ب 500 ريال لأن أنت عملت عمرة في أشهر الحج. كل اللي واحد عمل عمرة وحج مع بعض، المفرد اللي معلهوش يجي من بلده يعمل حج وياخد بعضه ويمشي. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، أروح عرفة ماشي ولا أروح راكب أحسن؟ السنة أنك تروح راكب لأن النبي راح راكب. طب لو راح ماشي حاجة من الاثنين، لو بيحب المشي نقول له انت عملت مشكلتين، خالفت سنة النبي، وتاني حاجة ضيعت الخشوع لان انت هتوصل عرفة تعبان. طب لو انت بقى ماشي تعبدا وبتقول ان المشي بيجيب حسنات اكتر، يبقى انت مبتدع وضال وملكش اجر. والرسول قال من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. ورأى الرسول رجل فقال من دوت؟ قال ده رجل نذر ان هو يقف في الشمس فلا يستظل، ويصوم فلا يفطر، ويسكت فلا يتكلم، فالنهى عن البدع ديت. وقال وليتم صوم. حرام الواحد يتعب بزيادة عشان ياخد حسنات اكتر، دي بدعة وضلالة. فاللي مشى حاجة من الاتنين، يا مخالف السنة يا عامل بدعة وضلالة. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيقول، زوجتي وكلتني أرملها الرمي تاني يوم أول أيام التشريق عشان في زحمة وهي مش بتحبش الزحمة. نقول لك الكلام ده غلط، وزوجتك عليها دم، لأن الصحابة قالوا ثم رمينا عن الولدان. يبقى الرمي عن العاجز، الرمي عن اللي عنده مشقة، هو ده اللي يترمى عنه، لكن الزحام مش مشقة. والنبي قال عن الحج جهاد ضعيف، جهاد ضعيف. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، متى أخرج من منى وأروح لعرفة؟ تخرج من منى بعد شروق الشمس. الرسول كان بيطلع من منى بعد شروق الشمس يتجه ناحية عرفة. طب سائل بيسأل، متى أخرج من عرفة أروح مزدلفة؟ لازم بعد المغرب ما يأذن، قبل المغرب عليك دم. سائل بيسأل، متى أخرج من مزدلفة وأطلع على منى؟ قبل شروق الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقف جبل قزح ويقعد يستغفر الله حتى إذا الشمس أو شكت على الشروق، طلع من مزدلفة قبل شروق الشمس. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، ما حكم الخيام في مزدلفة؟ الحكم الخيام المبنية في مزدلفة دي مفروض تزال كلها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للسقاة ولا الرعاة يباتوا في مزدلفة. طب ليه النبي لم يأذن لهم؟ لأن الخيام اللي اتعملت في مزدلفة دي النبي كان عارف إنها لو اتعملت هتسبب ثلاث مشاكل. أول مشاكل إن في ناس بينزلوا من عرفة ما بيعرفوش يخشوا من الزحام غير بعد الشروق، وبكده حجهم بيبطل. تاني حاجة إن المبيت في مزدلفة بتمنع الناس تسرع في وادي محسر. تالت حاجة المبيت في مزدلفة خلى الناس ما يخشوش يباتوا في منى، وعدم المبيت في منى ترك واجب وعليه دم، لازم يقعد ست ساعات في منى. طب الزحام دوت مش ضرورة؟ لا مش ضرورة، لأن لو منى اتبنت عمارات زي السبع عمارات بتوع الجيش السعودي لن تحتاج السعودية لأي خيام في أي حتة، ولن تحتاج إلى أي زحام، وهتاخد أعداد 10 أضعاف أعداد الحجيج كل سنة لو ده لو اتبنى في منى. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني.
بيسأل. أنا بلاقي ناس رابع يوم العيد بياخدوا ما بردوش يتعجلوا وبياخدوا بعضهم يطلعوا على حتة اسمها المعبدة يقعدوا فيها. هم بيروحوا يعملوا كده ليه؟ عشان دول بيتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي إن أنت ما تتعجلش، لا يتعجل إلا أصحاب أهل الأعذار، وتقعد الأربع أيام العيد في منى. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن آخر يوم تصلي الظهر في المعبدة ما تصليهوش في منى، يتأذن عليك الظهر وأنت واقف على الجمرة الصغرى ترميها ويمين وتدعي، الوسطى ترميها سبع جمرات وشمال وتدعي، وبعدين الكبرى وتنزل تطلع المعبدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة بالليل الثالث يوم العيد بالليل: إن نازلون غدا بخيف بني كنانة. فقالوا له: يا رسول الله دي حتة كلها حصو وما فيهاش حد. الرسول قال لهم: ذلك حين تقاسم الكفر على الإسلام. هناك اتعملت المؤامرة إن المسلمين قعدوا بسببها ثلاث سنين في شعب أبي طالب. والسنة انك تروح هناك عشان تذكر نعمة ربنا، تقعد ظهر وعصر ومغرب وعشاء، وبعد العشاء تاخد بعضك وتمشي. اللي عمل كده هو اللي أصاب السنة. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. اللي بيسأل: عندنا حجرة في المسجد، هل هي تاخد أحكام المسجد ولا ما تاخدش؟ نقول لك الحجرة تبقى من المسجد بشرطين: تكون داخل المبنى، ولما عند الزحام يصلى فيها. لو فيها الشرطين دول بقت من المسجد. طب لو الاثنين دول مش موجودين تبقاش من المسجد. يعني ايه ما تبقاش من المسجد؟ يعني يجوز تبيع وتشتري فيها، ويجوز الحائط تقعد فيها، ويجوز دروس النساء فيها، وتاخد وما بتاخدش فضيلة. لو دخلت جوه ودخلت المسجد صليت ركعتين تحية المسجد. ناخد مثال الساحة اللي في مسجد الحرم دي، مش المسجد الحرام. اللي هيصلي الظهر بره وفي مكان جوه يبقى كده ما صلاش في الحرم، ما خدش 100,000 حسنه. ليه؟ لانها خارج المبنى. طيب الحجره اما تكون تبع المسجد بتاعت الامام اللي قدام القبله دي، ليست من المسجد، لان عند الزحام ما حدش بيصلي قدام الامام، وبالتالي يجوز عمل درس نساء فيها، ويجوز تعمل درس بفلوس. لا يجوز عمل دروس قران بفلوس في المساجد، الكلام ده حرام وفلوس حرام. الرسول نهى عن البيع في المسجد، فيجوز ان الحائط تقعد فيها، يجوز الامام ما حدش يعتكف فيها، حرام تعتكف فيها. جزاك الله خير. سائل بيسال: ابويا مش عاوز صداع، فطلع رمى الجمرات ايام التشريق الساعه 8 الصبح في وسط الروقان ومن غير زحمه. نقول له: ابوك ما رماش الجمرات، ورمي الجمرات كده لا يجوز، وابوك عليه ذبيحه لانه هو ما رماش الجمرات. رمي الجمرات شرط فيها تكون بعد الزوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات بعد الزوال، يعني بعد اذان الظهر، يصلي الظهر ويرمي الجمرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وكل اللي خالف ما رماش الجمرات. طب ترمي الجمرات ازاي؟ ده السؤال اللي جاي. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. بيسأل: كيف أرمي الجمرات؟ أول يوم، يوم العيد، بترمي الجمرة الكبرى بس سبع حصوات، وتنزل تذبح وتحلق شعرك، وبعدين تطوف طواف الإفاضة بالترتيب. اللي هيخالف الترتيب ويحلق قبل ما يرمي او يذبح قبل ما يحلق على طول عليه دم. طيب السؤال اللي بعد كده: ايام اول ايام التشريق بترمي الجمره الصغرى وتركن يمين وتدعو دعاء طويلا، كان الرسول وابن عمر بيدعو حتى يمل الواقفين. وبعدين ترمي الجمره الصغرى بسبع حصوات، تقول بسم الله الله اكبر مع كل حصوه، وتركن شمال وتدعي دعاء طويلا. وبعدين الكبرى وتاخد بعضك وتمشي. ثالث يوم العيد زيه، رابع يوم العيد بقى اخر يوم العيد، ايه اللي هيحصل؟ رابع يوم العيد هتصلي الظهر في الحصبه، يعني هتسمع الاذان وانت بترمي، هتخلص رمي الجمرات مش هتصلي الظهر، تنزل تركب وتطلع على المعبده تصلي هناك. تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء هناك. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ما أقوى وأفضل وأوسع حديث في وصف الحج هو وصف حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر ابن المنذر عمل كتاب في شرحه وطلع منه 100 مسألة فقهية.
الإمام النووي قال ده ابن المنذر ما عملش حاجة، أنا مطلع منه 300 مسألة فقهية. أقوى وأفضل حديث لازم يعرفه كل الحجاج ويقروه كويس ويفهموه حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: أمي كبيرة في السن وصعب عليها تستوعب مسائل الحج والعمرة، فكيف أعلمها الحج والعمرة وهي كبيرة في السن؟ هتقول هنقول لك في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم إن علي جاء من اليمن، فالنبي سأله كيف أحرم، فقال أحرمت كما أحرم رسول الله. فيجوز الإحرام المجمل، يجوز تقول لأمك قولي لبيك اللهم بإحرام كإحرام الشيخ محمد اللي ماسك الرحلة واعملي زيه بالظبط. فيجوز إحرام كإحرام فلان دون العلم بالتفاصيل. الإسلام يسر والدين سهل وميسر لكل الثقافات وكل السن. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل بيقول: أنا معيش فلوس أجيب هدي وأنا متمتع أو مقرن، أعمل إيه؟ قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ده أول احتمال، إن أنت بتصوم ثلاثة أيام في الحج لازم تكون حج. طب إزاي أكون حج؟ لأكون محرم. طب إزاي أكون محرم؟ لو أنا جيت أصوم الثلاثة أيام في يوم عرفة، أنت بتقول لي ده يوم مكروه، ولو قلت لي في أيام التشريق اللي هي أربعة أيام بتوع العيد ذاك أيام الأكل والشرب، أصوم إمتى أنا بقى؟ أقول لك تحرم للحج يوم ستة، وتصوم يوم ستة وسبعة وثمانية، كده صمت الثلاث أيام اللي إيه؟ اللي عليه. طيب لو أنت بتقول أنا معيش، ومعاك فلوس هدايا للعيال، لو معاك فلوس هدايا للعيال يبقى الثلاث أيام اللي أنت صمتهم دول باطلين ولازم تجيب هدي. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: أنا متعجل، فرميت أول يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد وتالت يوم العيد، قلت مش عارمي بكرة، وقعدت في منى لحد المغرب، فقالوا لي لا مدام قعدت لحد المغرب انت كده بقيتش متعجل لازم ترمي بكرة. هنقول لك لا، انت متعجل ولا يوجد دليل على ذلك، ده اقوى المذاهب. لو انت عاوز الاحوط قبل المغرب تكون سايب منها. لو انت عاوز الدليل والراجح، لا مفيش دليل على ان اللي يقعد لحد المغرب يبقى كده لازم يرمي تاني يوم. المتعجل مدام نوى التعجل خلاص حتى لو هو قاعد في منها. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. أنا رايح أعمل حج وعمرة، كيف أصلي السنن؟ طول ما أنت لابس الإحرام من الميقات لحد ما تقلع الإحرام، طول ما أنت لابس الإحرام أنت مسافر. وأنت لابس الإحرام ما بتصليش ولا سنة مؤكدة، وبتكتب لك أجرها كامل. أمال بتصلي إيه؟ بتصلي ثلاث حاجات، بتصلي صلاة الضحى، وبتصلي قيام الليل، وبتصلي سنة الفجر والوتر. سنة الفجر والوتر غير كده ما فيش صلاة طول ما أنت لابس الإحرام. أول ما خلصت العمر قلعت إحرام، صلي بقى سنة مؤكدة وغير مؤكدة. طول ما أنت في الحج في عرفة في مزدلفة ما بتصليش غير القيام، بتصليش غير الوتر، ما بتصليش غير الضحى، وغير كده ما بتصليش حد ما تقلع الإحرام، تصلي السنن بتاعتك وتصلي زي ما انت عاوز. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: أنا بطوف بالبيت كل يوم مرات عديدة، بس أحيانا بتقام علي الصلاة وأنا بطوف، أعمل إيه؟ تعمل ايه؟ تصلي، تسيب الطواف وتصلي وتحرص تكون في الصف الاول. تاني حاجة ان انت بعد الصلاة تطوف من حيث انتهيت ولا يلزمك تعيد من الشوط الاول.
طيب لو انت عاوز تطلع برا الخلاف كمل الشوط دوت بس ما تحسبهوش، وابدا من عند ايه الحجر الاسود كده خرجت من الخلاف، لكن على الراجح تبدا من حيث انتهيت. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل بيقول الناس بيقولوا لي بدل ما تطلع كل سنة حج وعمرة ادي فلوسك لواحد ما حجش واعتمر يحج عن نفسه ويعتمر، ولك نفس الأكل ادي فلوسك لواحد يجوز بنته، ادي فلوسك لواحد ياكل ويشرب يعمل عملية بدل ما تضيع فلوسك على الحج والعمرة. ده الراجل اللي كلمك الكلام دوت ما تسمعش كلامه، لأن راجل شيطان بيصد عن سبيل الله، راجل مش شياطين. ليه؟ الفلوس اللي هتديها الواحد يحج عن نفسه دي صدقة، لكن انت لو دفعت الفلوس وحجيت انت ده جهاد، والجهاد أجره أعظم من الصدقة ألف مرة. تاني حاجة لو انت اديت لواحد صدقة صدقة، لكن لو رحت تحج قال النبي سلم الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحج، هتتغنى وربنا يرزقك وهتحجج ناس ياما مش واحد بس. اوعى تسمع كلام الشياطين. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل أنا بطوف بالبيت كل يوم مرات عديدة، بس أحيانا بتقام علي الصلاة وأنا بطوف، أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تصلي، تسيب الطواف وتصلي وتحرص تكون في الصف الأول. تاني حاجة إن أنت بعد الصلاة تطوف من حيث انتهيت ولا يلزمك تعيد من الشوط الأول. طيب لو أنت عاوز تطلع برا الخلاف كمل الشوط دوت بس ما تحسبهوش، وابدأ من عند إيه؟ الحجر الأسود كده خرجت من الخلاف، لكن على الراجح تبدأ من حيث انتهيت. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل والدتي عدت على الميقات وما قالتش لبيك اللهم بعمرة، انك مش فاهمة يعني، فاحنا ما فهمناها استغفرت وقالت لبيك اللهم بعمرة. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان والدتك عليها دم، يا اما ترجع الميقات تاني. قال لي طب والجهل مش بيرفع الاسم؟ كله الا الاركان، الركن لا يعذر فيه بجهل. الراجل اللي ساب ركن من اركان الصلاة الرسول قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، هو كان جاهل. عندنا خمس أركان في الحج والعمرة اللي يقع فيهم ما فيش حاجة اسمها جهل، الإحرام، الطواف، السعي، ده حج وعمرة. وفي الحج هنزود عليهم بقى الأركان بتاعت الإيه؟ الحج اللي هي الوقوف بعرفة ومزدلفة، دول ما فيهمش أعذار، فهي لازم تذبح يا إما ترجع مكان تاني. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل ما حكم تسريح شعر الراس وشعر اللحية لأنه بينزل شعر؟ نقول لك التسريح دوت الصحابيات والصحابة كانوا بيسرحوا شعرهم وما كان بينزل الشعر، وده تنزيل طبيعي، ولكن ينصح بتجنب تسريح اللحية لأن شعرها شعر خشن وبيتساقط منها كمية كبيرة. طول ما انت محرم عاوز تسرح شعرك سرحه، وكان السنة تلبده بجل وتثبته مكانه، لكن يجوز التسريح لأن أسماء سرحت شعرها، وتجنب اللحية لأنها خشنة وبتنزل شعر ياما وبتدخلك في شبهات. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل زوجتي نفست يعني ولدت في الحج وقدامها 40 يوم تطهر، أعمل إيه؟ نقول لك الحج ليه خمس أركان، في أركان لو فاتتها يبقى الحج كله بطل، هتحل بعمرة وخلاص. إيه هما؟ الوقوف بعرفة ومزدلفة، لو فاتها عرفة ومزدلفة هتحل بعمرة وكده خلاص الحجة راحت منها وما عندهاش حجة. طب في حاجات تانية بقى زي طواف الإفاضة وزي السعي، دي أركان هتعمل فيهم إيه؟ لازم تستنى ما تسافرش غير ما تطوف وتسعى. طيب
انا مش قادر استنى 40 يوم في السعودية، خد بعضك وروح مصر، بس هي لسه محرمة وحرام تلمسها وحرام تيجي جنبها لان لسه محرمة، حرام تحط ريحة، حرام تقص ضوافرها، حرام تعمل لحد ما تجيبها تاني وتعمل طواف الافاضة والسعي بتاع الحج. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل عندي شغل في السعودية واحتمال عمل عمرة، لك احتمالات لو انت رحت شغلك وبعد ما خلصت وبدأ لك انك تعمل عمرة بس ما كنتش ناوي، ساعتها هتحرم من مكانك ومعلكش حاجة. طيب لو حصل بقى ان انت ناوي تعمل عمرة وعديت على الميقات وانت ناوي تعمل عمرة، مش هينفع مدام عن نويت، يبقى لازم تحرم الميقات. فاما تحرم الميقات تفضل لابس الاحرام، يا اما تحرم الميقات وتلبس هدومك بس عليك محظور يا اطعام ثلاث مساكين، يا اطعام ست مساكين، او صيام ثلاث ايام، او تذبح شاة، يا اما ما تحرمش خالص وتنزل وساعة الاحرام يلزمك يا ترجع الميقات بتاع اهل بلدك، يا اما تحرم من مكانك وعليك شاه، ولو عجزت عن الشاه بتصوم 3 ايام، بتصوم 10 ايام، لان القاعده بتقول اللي يعجز عن بتاع ل 10 ايام. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والادله ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمره، فانه ثروه علميه وهو بسعر التكلفه. ابحث في اليوتيوب عن مدرسه احمد حسني. سائل بيسال عن معايا ابني الصغير وعاوزه يحج ويعتمر، اعمل ايه لو الطفل ده يعقل او لا يعقل؟ يعني لو ولد كبير كده بيفهم او لسه صغير خالص في اللفه. لو لسه صغير انت هتقوم مكانه بكل حاجه، يعني انت هتلبسه الاحرام بتاعه لو ذكر، وهتمنع عنه اي حاجه فيها عطر، وانت عطوف له، وهتحرم له كل حاجه انت هتعملها. طب لو الطفل يعقل لا بقى، تقعد تعلمه يعمل. لو بنت تعقل برضو نفس الموضوع، ممنوع تلبس جوانتي، ممنوع تلبس نقاب، ممنوع تحط عطر، وهي تعمل كل حاجاتها جنبك. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل أنا السنة اللي فاتت حجيت أنا ووالدي راجل عنده 60 سنة ومراتي كانت تعبانة، ففي المزدلفة بعد الساعة 12 بالليل مشينا بدري عشان دول تعبانين ومش عارفوا يروحوا يرموا الجمرات لوحدهم، فأنا مشيت معاهم ورميت الجمرة معاهم بالليل وخلصت الحج. ففي واحد قال لي أنا اللي أنت عملته ده غلط. فهل أنا عملته غلط؟ أيوة اللي أنت عملته ده غلط. ليه غلط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده زوجته الست سودة رضي الله عنها، كانت تقيلة جدا وكانت تعبانة، فالرسول أذلها تمشي بعد نص الليل. أما السيدة عائشة طلبت إنها تروح، الرسول نهاها. طب ليه النبي ما راحش مع سودة عشان هي واحدة ست وعيبة ما تمشي لوحدها؟ الراجل حاجة والست حاجة. مراتك تمشي مع رفقة أمينة ترمي، ده من السفر. وأنت تستنى لحد بعد الشروق، قبل الشروق تطلع من مزدلفة. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل يسأل والدتي منع الحج والعمرة لحد ما اتجوز صبيهم. واحد بيسأل أنا مأجل الحج والعمرة لحد ما خلص الماجستير، أو لحد ما اتجوز، أو لحد ما أشطب الشقة، أو لحد ما البنت تتجوز. كل الكلام ده اوهام، وكل الكلام دوت عدم يقين في الله تعالى. النبي وعدنا وقال ان الحج والعمره ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. سافر حج وعمره وربنا يرزقك تجوز العيال وعيال العيال وعيال العيال. سافر حج وعمره وربنا يخليك تجيب الماجستير ويبعد عنك الفقر ويبعد عنك الذنوب ويبارك لك. الحج والعمره باب كل بركه، والنبي مع شده فقر ما فوتش سنه من يوم ما فرض الحج والعمره غير مره. وكان النبي بيمر عليه الهلال والهلال والهلال وليس في تعب، وعنده عيال وعنده 9 زوجات. جزاكم الله خير.
لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: أنا بشترك في المسابقات اللي في التليفون، وبشترك في المسابقات التلفزيون، وأي مسابقات جوائز حج وعمرة عشان أطلع أعمل عمرة؟ نقول له أي مسابقة ما فيهاش علوم شرعية الجائزة بتاعتها حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاث: خف أو حافر أو نصل. فأي مسابقة أو معلومات عامة، فنانين، أغاني، أي مسابقة من دي مسابقة فلوسها حرام. المسابقة الوحيدة اللي فلوسها حلال المسابقات في علوم الشرعية قياسا على الجهاد. لا سبق إلا في ثلاث: خف أو حافر أو نصل. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: ما حكم مزاحمة المرأة الرجال لتستلم الحجر الأسود وتقبله؟ لا يجوز فعل ذلك لثلاث أدلة. دليل الأول: كانت السيدة عائشة تطوف حاجرة عن الرجال، فقالت لها امرأة: انطلقي يا أم المؤمنين استلم الحجر. فقالت: انطلقي عني، وأبت إنها تزاحم الرجال. الدليل الثاني: أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أشتكي. فقال: اركبي وطوفي خلف الرجال، ابعدي. ده يدل على إن المشي أولى من الركوب، والركوب للي مشتكي بس أو يكون في علة من العلل، ويدل إن المرأة ورا الرجال حتى لو ركبة. ثالث دليل عندنا إن السيدة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعم أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. وقال للي زنى: لعلك قبلت لعلك فخست. فدل ذلك على أن الإنسان رجله تيجي في رجل مرأة أشد من تقبلها. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: هل يجوز ألبس جزمة أو كاوتش أو فلاتة أو شبشب متخيط جلد متخيط؟ هل يجوز ألبس حزام في خياطة وفي سوستة وفي جيب؟ أيجوز. طب اللي بينها عن كده بينها عن كده ليه؟ اولا بيعتقد ان لبس المخيط هو كل اللي في خيط، وده غلط. المخيط اللي الرسول نهى عليه قال: ولا تلبس السراويل ولا القمص، اللي هي الحاجة المتفصلة على الجسم، لكن اي حاجة فيها خياطة ده كلام الفقهاء مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز لبس اي حاجة فيها خياطة بشرط ما تكونش ملبوسة على الجسم. طيب بالنسبة للجزمة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخف، وقال اللي ما عندوش غير خف يقطعه عشان ما يوصلش للكعبين. ده يدل على ايه؟ ان اي جزمة اي فلاتة اي حاجة تلبسها بشرط ما تغطيش العظمتين الناتئتين عن جانبي الايه القدم. لازم لو طب لو واحد لبس كوتش برقبة وغطى دول يبقى عليه فدية صيام او صدقة او نسك. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: زوجتي حطت زيت شعر وهي محرمة، ايه حكمها؟ حكمها ثلاث حاجات: يا اما زيت الشعر دوت ليه ريحة وهي عارفة وتعمدت تعمل كده، يبقى الست دي عليها فدية صيام او صدقة او نسك. تصوم ثلاث ايام يا تطعم ست مساكين 90 ريال في البنك الاسلامي، يا نسك يا تذبح خروف ب 500 ريال في البنك الاسلامي. طب احنا معناش فلوس، يبقى تصوم ثلاث ايام مش قادرة تصومهم فين؟ في البلد. طب تاني حالة ان تكون جهلة ما كانتش عارفة، دي بتاخد ذنب عشان ما تعلمتش، بس معلهاش فدية. الدليل ان الراجل حط ريحة، الرسول قال له: انزع عنك الجبة واغسل عنك اصل الخلوق، وما قالوش عليك فدية. وربنا قال في الصيد: فمن قتله متعمدا. طيب تالت حاجة كنا ناسية، لو ناسية واول ما تفتكر تخش تغسل الزيت ده فورا ومعلهاش حاجة. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: ليه
انت دايما تقول ادفع 90 ريال في البنك الاسلامي، طب انا عجيب بقى 6 وجبات من اي مطعم اوزعها مع الفقراء، نقول له انت مش هينفع الكلام ده. ليه؟ لسببين. اول سبب ان النبي قال لكعب بن عجرة صوم 3 ايام او اطعم 6 مساكين نصف صاع لكل مسكين، والوجبة اللي عجبها دي عمرها ما هتجيب، عمرها ما هتجيب نص صاع. نص صاع يعني كيلو 400 جرام رز. فدي اول مشكلة. تاني مشكلة عندك انك اصلا مش هتلاقي فقراء في الحرم، كل اللي موجودين دول في الحرم جايبين تأشيرات دافعين ملايين، فكلهم اغنياء، واللي بيشحت دي وظيفة ليه؟ لازم تروح البنك الاسلامي تدفع 90 ريال هناك، هو اللي هيطعم 6 مساكين، وهو اللي عارف فقراء الحرم اللي هم مش موجودين جنب الحرم. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: أنا جزار، كي ماذا أفعل أول يوم العيد؟ أول يوم العيد ترمي الجمرة الكبرى بعد الشروق وتطلع على المجزر بأنت لابس الإحرام، وبعدين تدخل جوه، تدخل وتذبح لنفسك الخروف بتاعك وانت لابس الاحرام، وبعدين تطلع تحلق شعرك، وبعدين تشيل الاحرام وتلبس هدوم الذبح وتذبح. هيقول لك ممنوع واحد صاحبك يلبس يحلق ويدخل يلبس هدوم الجزاره ويخش يذبح، بس يذبح لكم واحد واحد بسم الله هذا عن فلان وقال بيته فلان بسم الله ويذبح لواحد واحد. اهم حاجه انت في ايديك تذبح، فتذبح قبل ما تحلق وقبل ما تحل من الاحرام، وبعد كده طواف الافاضه بعد ما تخلص ايه تطوف، والسنه تطوف اول يوم، ده السنه. لكن اهم حاجه يوم العيد بالليل تبات 6 ساعات جوه حدود منى، مش لازم توصل لمنى، هتطلع من المجزر اول حدود منى تنام في الطريق هناك لحد ما تقضي 6 ساعات. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: بعض الناس بعد العيد بيروح المجزر يقول لهم عاوزين الجزء بتاع اللحمة بتاعنا، ويديلهم الوصل وياخدوا جزء من الذبيحة بتاعته، هل الكلام ده شرعا ولا مش شرعا؟ الكلام ده مستحب وهما بيعملوا السنة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 جمل بإيديه، وكل جمل بيتذبح كان بياخد حتة لحمة منه يحطها في القدر، وبعد ما خلص شرب أكل من القدر من اللحمة ديت وشرب مرقة وساب عليه يكمل 100. فالسنة إن الواحد ياخد من اللحمة بتاعة الهدي بتاعته. اللحمة الحرام ياكل منها اللحمة بتاعة الفدية والجبران، اللحمة بتاعة اللي هي الفدية بتاعة الأخطاء في الحج، لكن لحمة الهدي يستحب، واللي بيعملوا ده هو السنة. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: متى يجوز التحويل من نسك إلى نسك ومتى يحرم؟ يجب عند ابن عباس ويستحب عندنا ان اي واحد مقرن او مفرد ما ساقش الهدي يستحب ان يحوله متعة ويعمل عمرة ويحل، يستحب، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بكده وخلاهم يعملوا كده. طيب، ولا يجوز ان يتحول من متعة لاي حاجة تانية الا للضرورة، زي السيدة عائشة كانت عاملة متعة ونتيجة ان الحيض استمر معاها لحد يوم 8 حولت لقران، وما عملتش كده الا للضرورة. فلو واحد جه متأخر وما لحقش يعمل عمرة يجوز يحوله لقران أو إفراد، لكن الأصل التحويل للتمتع مستحب، والتحويل من التمتع لا يجوز إلا للضرورة. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: في نساء معانا في الرحلة أول ما شافوا الكعبة زغرته، فأنا قلت لهم حرام الكلام ده، ردوا علي قالوا لا مش حرام. إيه الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي اللي عملوه ده حرام. ليه؟ لأن ربنا قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فحرام اللي هم عملوه دوت، لأن ده من المكاء والتصديع، ويجب عليهم أن يتوبوا وليس عليهم دم. جزاك الله خير.
لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل بيقول: والدي راح بنية العمرة والحج واكتفى بالنية ديت، وما القبطان قال احنا قربنا عن ميقات، والدي فضل يلبي وما قالش لبيك اللهم بعمرة ولا الكلام ده خالص. نقول له والدك لسه لم يحرم، واجب عليه ان هو يطلع يذبح خروف، يا اما يرجع لمين؟ للميقات بتاع بلده، يا اما يصوم 10 ايام، لكن لازم يقول لبيك اللهم بعمرة. الدخول للعبادة ليست بالنية بس، ليس النية وتلفظ، زي مثلا واحد دخل الصلاة وما قالش الله أكبر وراح قاري الفاتحة على طول، كده ما صلاش أصلا. ليه؟ لأن الرسول قال تحريمها التكبير، لا يكفي النية ولا يكفي التكبير التلبية، ولكن لابد من إن إظهار لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. بيسأل: رحت أعمل عمرة وكان عندي مشوار في جدة، فخلصت مشواري ورحت، أنا حرمت من التنعيم، فالناس قالوا لي اللي عملته ده غلط، أنت راجل من مصر المفروض تعمل من ميقات أهل مصر. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أهل ان هو راح المدينة وهو راجع من المدينة مرضاش يحرم من اهل المدينة، وراح رايح محرم منين؟ من ميقات اهل مصر. يبقى كده عليه دمين، الدم الاول عشان هو جاي من مصر ما حرمش من ميقات اهل مصر، التاني ان هو جاي من المدينة المفروض يحرم من البلد اللي هو فيها راح عمل من ميقات اهل مصر، فعليه شاتين. الشات 450 ريال يدفعهم في البنك الاسلامي. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: كان سعر العلف من 15 يوم 20,000 جنيه، وخلال 15 يوم وصل لواحد وثلاثين واثنين وثلاثين ألف، احنا بعنا باثنين وثلاثين ألف، جه التجاه الدولة نزلت الدولار فنزل 1,500، فمفروض نبيعوه ب30,500، فالتجار اتمسكوا بقى يبيعوه ب31,000 على السعر القديم. ايه حكم كده؟ كل اللي باع وما نزلش ال1,500 دول وخالف سعر السوق راجل كالحرام كالحرام، وبوظ السور وبخز الناس اشياءه. طب ايه عقوباته في الدنيا؟ ربنا هيضره ويخرب بيته بالفلوس دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من ضر ضره الله. وفي الدنيا ربنا هيختم على قلبه مش هيفهم قرآن ولا يعرف يصلي. قال: لا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي الاخر هيبقى مفلس، وكل المسلمين اللي اشتروا منه بالغالي هياخدوا من حسناته حتى يرضوا، لان هو ظالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. بيسأل بيقول: أنا أصلع، أو إن أنا عملت عمرة فحلقت بالموس فما عنديش شعر، وعملت عمرة تانية، إزاي أقدر أحلق شعري تاني؟ المطلوب منك تمرر الموس على شعرك بس، لأن ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل بيقول: أنا دخلت أخش مكة لقيت الشرطة لبست هدومي، وبعد كده ما دخلت مكة لقيت الشرطة تاني لبست هدومي تاني، فالمهم ان انا لبست المخيط 4-5 مرات في خلال رحلة الحج، علي كام فدية؟ عليك فدية واحدة بس، لان انت عملت معذور واحد بس، فديته من صيام او صدقة او نسك. والفدية ديت الرسول حددها يتصوم 3 ايام، يا اما تطعم 6 مساكين كل مسكين نص صاع، ويا اما تعمل ايه؟ تذبح شاة. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. متى يجوز التوكيل
في العبادات الحج ومتى لا يجوز. نمسك اول حاجة الرمي. يجوز التوكيل في الرمي في حالتين. اول حالة مع العجز الكامل. قال الصحابة فرمينا عن الولدان. العيال الصغيرة اللي لسه مولودة احنا رمينا عنه. مفيش مشكلة. فبس لو حد يقدر يرمي حتى لو راح على كرسي مفيش توكيل. التوكيل للي يجد مشقة كبيرة جدا تعجزه عن نام. طيب حاجة تانية بقى. التوكيل عن المريض. واحد مريض بيوكل في اول يوم بس. وتاني يوم ما يوكلش فيه. وتالت يوم لو لقى نفسه كويس بيروح يرمي التاني والتالت ونقيسه على الرعاة الرسول قال لهم. اول يوم ارموا وتاني وتالت يوم مع بعض. طب فرضنا فضل تعبان في اليوم التالت يبقى يوكل واحد يرميله اليوم التاني والتالت مع بعض. ده بالنسبة للرمي. يجوز في حالتين والباقي كله ما ينفعش. تالت حاجة بالنسبة بقى لطواف الإفاضة والصلاة لا يجوز التوكيل فيهم. لازم الإنسان يعملهم بنفسه. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل ما حكم الدعاء الجماعي والتلبية الجماعية في الحج في جميع مواقفه والعمرة في جميع مواقفه. التلبية الجماعية سنة لحديث فكان عمر يلبي فترتج منا بالتلبية والتكبير. وكان أبو هريرة وابن عمر بينزلوا وكان بيرتج السوق بتكبيره. ده مستحب واللي يقول كده ده إنسان مخطئ. طب بالنسبة للدعاء. الدعاء في لو في خطبة واحد بيدعي ده مستحب. طب لو أنا بدعي لأن معايا ناس جهلة بيعرفوش عربي ده يجوز. لكن طب لو انا بدعي على طول بقى انا واللي معايا الراي كله امون بصفه دايما ده مخالف للسنه. الرسول ما عملش كده مع الصحابه ولكن يجوز. ما نوقفش من غلط لان تحت اصول معمول بيها وده ذكر وده من ضمن الذكر. ولكن الرسول ما عملش الكيفيه دي. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل بيقول أنا عندي ظروف فعضطر إن أنا أرمي يوم واحد ومش هقدر أرمي الأيام فأوكل واحد يرمي عني وأنا أروح عشان الشغل. نقول له يبقى أنت عليك دمين. دم إن أنت ما رميتش ودم تاني إن أنت ما بتش منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رعاة الإبل قال لهم يوم النحر ترموا وأول يوم في تشريق ترموا وتاني يوم ما ترموش وتالت يوم تجمعوا بين التاني والتالت والرابع تعجل. يبقى انت هتيجي في ايام التشريق مرتين بس. طيب ده اللي موجود. وبالنسبة للتوكيل ما ينفعكش. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا فرمينا عن الولدين. الرمي عن العجزة وانت مش عاجز. فانت لازم ترمي عن نفسك وتبات في ست ساعات جوه منها. لازم ترمي ولازم تبات. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل في امرأة وكلت أمي ترمي عنها عشان هي تعبانة. فأمي راحت ترمي عنها فخدت السبع حصوات بتوعها وراحت ترميهم مرة واحدة. بقت كل ما تروح عند واحدة عند ترمي نفسها حصوة حصوة وعن الست دي تاخد السبعة ترميهم مرة واحدة عشان عاوزة تخلص. والكلام ده من سنين. نقول له الرمي عن الست ده باطل فتتصل بيها وتقول لها طلعي دم ابعتي 500 ريال للبنك الاسلامي طلع لك دم عشان افسدت الرمي بتاعك. طب لو ما عرفش توصل للست دي يبقى امك هتطلع الدم عنها لان هي المسؤولة عن الخطأ دوت. فتبدا تبعت 500 ريال للبنك الاسلامي يتبع عن الست اللي فسد الرمي بتاعها. قال ابن عباس من ترك نسك فعليه دم. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل أنا رايح حج وعندي هبوط كتير وعيال كتير وعذبح هناك في الحرم. هل أذبح لهم ذبيحة هناك ولا ما أذبحش؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح مكة وذبح 100 جمل 63 بإيديه وعليه كمل الباقي وما ذبحش في المدينة أي حاجة. فيجوز لك شرعا ما تذبحش في بلدك وتذبح في الحرم بس.
طب لو انت ربنا مقدرك اذبح، لان دي صدقه، والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. ما عليكش، ويستحب انك تعمل كده. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل ذبح ذبيحته في عرفة ووزعها في الحرم. سائل بيسأل ذبح، قول بعت الأهل اللي تقوم يذبحوا الهدي عندكم ووزعوا على الفقراء عندكم عشان أنا مش هذبحه هنا. ده غلطان وده غلطان، وعليهم هدي آخر. لازم الهدي يتذبح في مكة ومنى، ما يتذبحش غير جوه الحرم. عرفة بره الحرم، البيتكو بره الحرم. قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. الرسول حدد أماكن النحر، أي حد ينحر بره ينحر تاني، وده حتى لو وزعه في الحرم برضك عليه هدي آخر، وأفسد الهدي اللي هو ذبحه. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. بيسأل بيقول أنا الشرطة أجبرتني أن أنا أغير هدوم الإحرام بتاعتي وأسيب الإحرام بتاعي، وكان عاوزين يطلعوني برا مكة، أعمل إيه؟ اولا لازم تحاول معاهم وتفضل لابس احرامك الى اطول فترة ممكنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فضل قاعد شهر كامل مش عاوز يقلع احرام. فانت مش ما تسرعش، مفيش حاجة اسمها خلاص ملكش عمر عديتك بقى وتروح، لا تفضل واقف. طيب طيب لو افترضنا ان انا خلاص بقى غيرت هدوم بتاع الاحرام، اقول لك قدامك حلين. اول حل ان انت تكون قايل اللهم محل حيث حبستني، وانت كده لغيت العمره، يبقى مش هتذبح وتغبى ضغطي، لان انت شرط. طب لو قلت اللهم ما قلتش اللهم انا محل حيث حبستني، يبقى انت هتحط الايه، هتذبح شيء زي ما النبي عمل في الحديبيه. طيب يقول لك طب انا مكره، اقول لك لا مش مكره، لان انت ممكن بمنتهى البساطه ممكن ترجع، فما فيش اكراه هنا. الاكراه ان حد يهددك بالقتل او الحبس. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. بيسأل هل ممكن أعمل عمر عن جدي التعبان وهو حي؟ يجوز بشرطين. أول شرط أن جدك ده يكون عاجز عجز كامل، مريض لا يرجى برؤه، ما يقدرش يروح لا بعربية ولا حد يزقه ولا أي حاجة، يعني مرمي على الارض كده ما حدش يعرف يشيله حد، وده مستبعد دلوقتي يعني. تاني شرط انك لازم تقول له انك هتعمل له عمره، مفيش تعمل له عمره من وراه، لازم تقول له يا حاج انا هعمل لك عمره. لازم الحاجتين دول، الاعلام ولازم العجز الكامل. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل طفت طواف الإفاضة وتعبت جدا، لأن كان أول يوم العيد وكان زحمة، فخرجت ورحت الفندق اتغديت وتعشيت ونمت واستريحت، وتاني يوم سعيت سعي الحج. نقول له السعي ده باطل، لا يوجد سعي صحيح إلا بعد طواف صحيح بعدها مباشرة. طب إيه الدليل؟ الدليل إن السيدة عائشة لقت النبي صلى الله عليه وسلم أم قالت أنا حائض، فألف علي ما تفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. وطب الرسول نهى عن طوف البيت، هي ما سعيتش ليه؟ عشان نفهم أنه لا سعي صحيح إلا بعد طواف صحيح. لازم ترجع تطوف سبع أشواط وبعد تسعى بعديهم سعي الحاج. لازم سبع أشواط وبعدين سعي الحاج، ما ينفعش سعي لوحده كده، لازم السعي بعد الطواف. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل بيقول ماء زمزم لما شرب له، فإمتى أدعي بالضبط بقى وأنا بشرب ماء زمزم؟ أدعي وأنا بشرب، ولا بدعي قبل الشرب ولا بعد الشرب؟ لا تدعي قبل الشرب ولا بعد الشرب ولا أنت بتشرب. النبي أصلا ما دعاش وقت شرب ماء زمزم. الرسول قال ماء زمزم لما شرب له، الموضوع نية،
ان انت نيتك ان انا اشرب النهارده ماء زمزم عشان انا مريض، نيتك اشرب ماء زمزم عشان عطشان، نيتك اشرب ماء زمزم عشان يطهر قلبي للقران. اعزم واشرب، مفيش دعاء، السنه ما فيهاش دعاء. طب واحد بيدعي مخالف للسنه ولكن يجوز، جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. يسأل: لم أحرم حتى مر الميقات، عديت الميقات وأنا ما أحرمتش. نقول له لك احتمالين. الاحتمال الأول: ما أحرمتش يعني ما قلتش لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، ما تلفظش بالإحرام لحد ما عديت الميقات، ساعتها نقول لك قدامك حلين: يا ترجع ميقات اهل مصر، مش اي ميقات، ميقات اهل مصر، وتحرم منه وترجع تاني، يا اما تحرم من جدة او المكان اللي انت فيه ويبقى عليك شاب 500 ريال. يا دي يا دي. طب ليه ما روحش على اي ميقات بتاع يلملم دوت واحرم وخلاص؟ اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم احرم من ابيار علي، وبين ابيار علي ومكة مسافة كبيرة جدا 500 كيلو. طب ما كان قال للصحابة ما تحرموش من أبيار علي، وما نوصل ليلملم قبل الإحرام نحرمه هناك؟ لا، الرسول قال هن لهن وللمر عليهن. انت من مصر ترجع للميقات بتاعك ده، هل ده لو ما تلفظتش بالإحرام. طب لو ما لبستش الإحرام، دعنا ناخد فتوى ده. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: كنت نايم في مسجد نمرة وأنا محرم والتكييف شديد، فغطيت راسي ووشي. نقول له لو أنت عملت الكلام ده وانت في وعيك وشلتها وانت في وعيك وحطيتها على دماغك وانت في وعيك، كده انت لبست العمائم، واللي يلبس العمائم لازم يطلع فدية، والفدية صيام من صدقة او نسك، يتصوم 3 ايام، يتروح البنك الاسلامي تدفع 90 ريال، يا اما تدفع 450 دبح شاة والبنك الاسلامي يتولى، وما تعملش انت بنفسك وتعمل فيها ابو العريف. ليه؟ لان الرسول حدد في حديث كعب بن عجرة ان الاطعام عبارة عن نص صاع، يعني 700 جرام رز، وده طبعا مش موجود في الوجبة. تاني حاجة: مفيش فقراء، اللي قدامك دول كلهم أغنياء أو ناس بتتعمد الشحات. لو أنت بقى إن أنت حطيتها على راسك وأنت مش موجود وأنت غايب عن الوعي، معلكش حاجة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والرسول قال: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائلة بتسأل: أنا ما أقدرش أوري وش للرجالة أبدا، أنا منقبة العمر وما أقدرش أوري وش للرجالة، وأنا في دلوقتي رايح أعمل حج وعمرة، أعمل إيه؟ نقول لها: حطي خرقة فوق راسك وشبكيها فوق راسك ونزليها على وشك، بيشه خفيفه تبصي منها بس ما فيهاش خروم للعين. لو عملتي كده يبقى انت ما عليكيش حاجه. والسيده اسماء بتقول: كنا نغطي وجوهنا من الرجال ونحن نحج ونحن في الاحرام، فيجوز تعمل اللي دي، لكن لو لبست نقاب يبقى كده عليك ايه؟ فديه. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: بمشي في الحرم بضطر أعدي من قدام المصلين عشان الدنيا زحمة، أعمل إيه؟ فواحد قال لي: يا شيخ ينفع. لا، اللي أنت عملته ده حرام وما ينفعش، وأنت ارتكبت ذنب كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي: لا ولا تدع أحدا يمر من أمامك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. يعني لو زقك زقة جامدة خبطت في العمود مت ملكش دية. الأحاديث دي كلها والآيات في المصلي منفرد مش المصلي جماعة. وانت منفرد ما تخليش حد، لا تعدي من قدام حد ولا حد يعدي من قدامك. لو زقيت واحد كسرته ومات ما عليهوش دية. طب لو جماعة؟ لا، لو جماعة بقى سترة الإمام سترة المؤمنين. الدليل: في شاة عدت من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر جاب كان راكب حمار وعدى من قدام الصفوف. جزاك الله خير.
لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، بلاقي الناس متعلقين بين الباب والحجر الأسود ورافعين إيدهم فوق وشهم، هل الكلام ده شرعي ولا مش شرعي؟ لا، الكلام ده شرعي. ليه؟ ثبت في الحديث الصحيح لصحاح الشيخ الألباني عن ابن عمر ان ابن عمر اما جه بين الركن والباب من حجر الاسد والباب فرد ايديه وفضل متصق بالايه بالحته دي، فالصحابه سالوه قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، واقر الكلام ده شيخ اسلامي تيميه، وده مذهب جمهور اهل العلم. فانت لو عرفت توصل للمنطقه دي وترفع ايديك وتحط وشك وايديك على الباب وتدعي، ربنا ان شاء الله ايه يتقبل منك. دي من مواطن اجابه الدعاء. جزاك الله خيرا. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، بيقول معايا فلوس ممكن أعمل بيها حج وممكن أشتري شقة وأطلع من الإيجار. نقول له ليك حالتين: الحالة الأولى أن أنت يكون معك الإيجار دوت وثابت معاك ولا يرهقك، ساعتها نقول لك اطلع حج الأول، والحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد. الحالة الثانية ان الايجار تعبك جدا وعندك مشقة في حياتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. يبقى يجب عليك ان انت تشيل الاكراه على اهلك وتشيل المعاناة عن اهلك وتجيب لهم الشقة الاول، وانا بنصحك الحج الاول. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، أنا معيش تصريح بالحج وخايف أتمسك، فأنا بوكل في الرمي وبوكل في كل حاجة، وأحيانا بلبس هدومي عشان ما تمسكش. نقول لك أنت اللي بتعمله ده غلط، وأنت كده هتتمسك. لو لبست هدومك وقفت في ميناء او عرفه او مزدلفه هتتمسك على طول، الضباط هيجي ياخدوك من نصهم. لازم تكون لابس الاحرام. تاني حاجه، دايما امشي في الزحمه، ما تمشيش لوحدك ابدا. تالت حاجه، ما تقربش لمسجد الخيف، الحكومه محاوطه جامع الخيف، هتروح الخيف احتمال تتمسك. صلي في اي مسجد بره مسجد الخيف، مع ان ده مش مستحب، المستحب في الخيف عشان صلي فيه 70 نبي بس عشان تبقى. وساعه الرمي ترمي بعد الظهر مباشره وقت الزحمه، ما حدش بيتمسك. لكن لو رميت لوحدك بعد العصر بعد المغرب هتتمسك. اعمل الاربع حاجات دول ومش هتتمسك. اول حاجه، ما تلبسش هدومك ابدا في اي مكان مد الحرام عشان ما تلفتش النظر. ما تمشيش لوحدك ابدا، ما تجيش جنب الخيف، ما ترمي بعد الظهر، وما فيش حاجه اسمها توكيل. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، ما حكم على القبض على الناس جوه الحرم وفي الساحة بتاعته؟ كل الكلام ده حرام، لأن ربنا حرم إن حد يتخوف وهو في مكة حتى الحمام. قال الله تعالى: ألم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فلو واحد قاتل وعليه حكم بالإعدام والحكومة شافته جوه الحرم، حرام تمسكه، تضيق عليه وتمنع المحلات تبيع له أكل وتمنع المحلات تبيع له شرب لحد ما يضطر يطلع بره الحرم ويتمسك. لكن يتمسك عشان تأشيرة، الكلام ده كله حرام ولا يجوز شرعا. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، أبي معاه تأشيرة ويستطيع العمرة كل سنة، والسنة دي مرضاش يطلع عمرة. نقول له إيه عشان يطلع؟ تقول له المستطيع الذي لا يخرج العمرة حاجة من التلاتة: يا عامل حرام، يا مخالف للسنة، يا محروم. عامل حرام لو ما عملش اي عمرة قبل كده، ودي العمرة الاولى بتاعته ومش ناوي يعمل تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن ابيك واعتمر. وفي اركان الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان تعتمر وتحج. فالعمرة واجبة زي الحج، اللي ما عملهاش خالص يأثم. طب لو عمل عمرة مرة وبقاله خمس سنين ما عملش، نقول له انت كده محروم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان عبدا صححت له جسده ووسعت عليه في معيشته ثم لا يفد علي خمسا لمحروم. طيب لو هو بيروح كل سنه وفوت السنه دي بس،
نقول له انت كده مخالف السنة. السنة انك تطلع كل سنة. النبي مع شدة فقره كان بيطلع كل سنة من ساعة من يوم 6 لحد ما وفاته، ما فوتش غير سنة واحدة بتاعت تبوك، كل سنة يطلع. وتقال تابعه بين الحج والعمرة. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ما السنة عند حلق الحاج والمعتمر؟ السنة أنك تروح لحلاق وتديله الشق الأيمن لحد ما يخلص يمين شعرك، وبعدين تديله الشق الأيسر لحد ما يخلص يمين. والنبي عمل كده، إدى الحلاق الشق الأيمن وخلح لأ لحد ما خلصه بالموس، وقال وخد الشعر ادى لأبو طلحة وقال له وزعه على الناس، وحاج ادى له الجانب الأيسر حط حلقه وادى لأبو طلحة وقال وزعه على الناس. وطبعا الجسم النبي وشعر النبي هو اللي يتبرك به، لا يتبرك بأي جسم وأي شعر تاني. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل ما الأعمال اللي عملها وتعوضني أجل الحج والعمرة؟ أولا تصلي الفجر الجماعة وتقعد تذكر الله حتى تشرق الشمس وتصلي ركعتين الضحى، وممكن تدي درس في الوقت دوت عشان ما تستطولش الفترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تشرق الشمس كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رقم اثنين تطلع صلاة الظهر قبل صلاة الظهر تصلي الضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. ثالث عمل انك كل اذان تروح قبل الصلاه او ساعه الاذان بالظبط تصلي في المسجد وانت متوضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج الى صلاه المكتوبه فاجره كاجر الحاج المحرم. رابع عمل تسمع عن اي درس علم لازم تروح، او لما فيش درس علم تعمل انت درس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يعلم خيرا أو يعلمه فأجره كأجر الحاج تامت حجته. وأي عمل صالح في العشر أيام ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل قابلتنا الشرطة زمايلنا تسرعوا راح قلعوا الإحرام وقالوا لو لبس هدومهم وقالوا خلاص ما احناش ايه محرمين، هل اللي عملوه ده صح ولا غلط؟ اللي عملوه ده غلط. مفروض ان انت ما ترجعش عن العمرة والحج الا لما تستنفذ كل طاقتك، مش اول ما الضابط يشاورلك تجري على طول. النبي صلى الله عليه وسلم اما قريش منعته فضل شهر كامل قاعد مستني عشان في امل يعمل العمره دي. فايه اللي يحصل؟ فاللي يحصل لازم تقف وتستنى يوم ويومين وثلاثه وتحاول تخش مكه من 50 طريق، مش اول ما الضابط يكلمك تقلع الاحرام. طيب لو افترضنا ان انت اضطريت تسيب العمره قدامك حاجتين، لو كنت عارف ان انت هتتمسك وقلت بقين حبساني حابس ساعتها هتحل من غير ما تذبح حاجه. طيب لو قلت بقى انت ما قلتش ان حبساني حابس واضطريت انك فعلا بعد ما عملت كل اللي عندك تحل، يبقى ساعتها لازم تذبح، لان الرسول ذبح لما خلص الاحرام بتاعه في الحديبية. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل أنا متمتع رحت جدة اشتريت حاجات ورجعت تاني، إيه حكمي؟ هنقول لك رحت جدة رحت عرفات زي بعض الاتنين، أنت طلعت بره الحرم. طب إيه حكمي؟ ليك احتمالين، لو أنت لابس إحرامك ولسه عملت العمرة بس لسه ما حلتش ولابس إحرامك وطلعت جدة ورحت عرفة ورجعت وأنت محرم مفيش مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن محدش يخش مكة غير وهو محرم. طب المشكله بقى ان انت وده اللي هيحصل بقى غالبا، انت عملت العمره وتحللت ورحت طلعت بره الحرام في الحل، ساعتها ما ينفعش تخش مكه غير وانت محرم يا بعمره يا بحج. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ما حدش يعدي على ويخش مكه غير وهو محرم ما دام اراضي العباده، هن لهن والمر عليهن من اهلهن. طيب ايه الحل؟ انا عملت كده وعكيت الدنيا ودخلت، نقول لك تقسم عشان ما اتعلمتش وليس عليك دم عشان انت جاهل. والنبي رأى راجل حاطط ريحة قال له اغسل عنك اثر الخلوق وما قالوش بفدية،
ورب وفي الصيد قال فمن قتله متعمدا وانت مش متعمد، بس تقسم عشان ما تعلمتش. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل عندي شغل في السعودية واحتمال عمل عمرة، لك احتمالات لو انت رحت شغلك وبعد ما خلصته بدأ لك انك تعمل عمرة بس ما كنتش ناوي، ساعتها هتحرم من مكانك ومعلكش حاجة. طيب لو حصل بقى ان انت ناوي تعمل عمرة وعديت على الميقات وانت ناوي تعمل عمرة، مش هينفع مدام عن نويت، يبقى لازم تحرم الميقات. فاما تحرم من الميقات تفضل لابس الاحرام، يا اما تحرم من الميقات وتلبس هدومك بس عليك محظور يطعم 3 مساكين يطعم 6. سائل بيسأل انا عاوز اصلي الظهر، فنزلت لقيتهم في الفندق بيصلوا مع بعض بصوت امام الحرم، وكان مسافة بيننا وبين الحرم مسافة كبيرة ما فيهاش ناس بتصلي، يعني فيش اتصال صفوف. ايه حكم صلاتي؟ حكم صلاتك ان انت ما صليتش في الحرم وضيعت 100,000 صلاة. لازم عشان تبقى صلي في الحرم تصلي بعد انتهاء الصفوف. الصلاة في الفنادق وكان معفوض تصلي ورا امام، ما تصليش ورا المزياع ولا تصلى الامام. دول غلطتين انت عملته. روح الحرم بدري وبطل كسل وما تقفش غير عند اتصال الصفوف. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني.